موتى بلا قبور. موتى بلا قبور للكاتب الفرنسي المعاصر جان بول سارتر، نقلها إلى العربية الدكتور يحيى هويدي. حجرة في الطابق العلوي من بناء مدرسة في قرية من القرى الفرنسية أثناء الحرب العالمية الأخيرة. الحجرة معتمة إلا من بعض الضوء الذي يتسرب إليها من طاقة صغيرة مرتفعة في أحد الجدران. بالحجرة أشياء كثيرة مختلفة، حقائب وفرن قديم ومانيكا من النوع الذي يستعمله الخياطون. كانوري يجلس على إحدى الحقائب بينما يجلس سوربييه على مقعد خشبي قديم، ولوسي تجلس على الفرن. أنري مستغرق في النوم على الأرض بينما يزرع الصبي فرانسوا الحجرة جيئة وذهابا في عصبية ظاهرة. الجميع أيديهم مكبلة بالقيود الحديدية. ألن ينطق أحدكم بشيء؟ ماذا تريد أن نقول؟ أي شيء؟ أي كلام بشرط أن يحدث ضجة؟ ها هي ذي الضجة. لا، لا أقصد هذه الضجة، إنها ضجتهم هم. ماذا تريد إذن؟ لا بد أن الحرس يسمعون وقع أقدامي وأنا أمشي هكذا، ولا بد أنهم سيقولون لأنفسهم ها هو ذا أحدهم قد أخذ به السام ففقد أعصابه. إذن حاول أن تسيطر على أعصابك، اجلس وضع يديك على ركبتيك في هدوء، فستشعر أن ألم القيد حول رسغيك قد خفت حدته. ثم ألزم الصمت وحاول أن تنام أو تفكر. أية فائدة في هذا الآن؟ فرانسوا، ها؟ إن صوت حذائك يزعجني. إنني أتعمد إحداث هذه الضجة. تطالبني بأن أفكر، أفكر في أي شيء. ألا تعرف؟ أتريد أن أفصح؟ لا، لا تفصح. لقد خطرت ببالي الآن صورة تلك الفتاة الصغيرة التي كان صياحها يملأ الجو. ها؟ عن أية صغيرة تتكلم؟ تلك الفتاة التي قابلناها في المزرعة، كنت أسمع صراخها عندما قبضوا علينا وقادونا إلى هذا المكان، ورأينا ألسنة النيران ما زالت تلتهم السلم الخشبي. فتاة المزرعة الصغيرة؟ ما كان يجب عليك أن تذكرنا بها الآن يا سوربي؟ هناك كثيرون غيرها لاقوا حتفهم، أطفال ونساء، ولكني لم أسمعهم يموتون. أما تلك الصغيرة فيخيل إلي أني لازلت أسمع صراخها الآن، ولا أستطيع أن أحتفظ بصراخاتها لنفسي. أجل، كانت تبلغ من العمر 13 سنة وقد لاقت حتفها بسببنا. وبسببنا أيضا لاق الجميع حتفهم. أرأيت فرانسوا أنه كان من الخير أن نلزم جميعا الصمت؟ ماذا تقول؟ أنسيت أنه لم يبق أمامنا إلا وقت قصير؟ سترى وسترون جميعا عما قريب أن الذين ماتوا كانوا أسعد حظا منا. لا، إنهم لم يختاروا الموت. وهل قبلت أنا موتي؟ إنني لم أختر شيئا. إذا كنا قد فشلنا في المهمة التي ألقيت على عاتقنا فليس هذا بذنبنا على أي حال. بلى، إنه ذنبنا نحن، ولكننا أطعنا الأوامر ونفذناها. هذا صحيح. لقد قالوا لنا اصعدوا هذا الجبل واحتلوا القرية، ولما أظهرنا لهم أن هذا مستحيل لأن الخبر لا بد أن يتسرب إلى الألمان قبل شروعنا في العمل، قالوا لنا نفذوا الأوامر على كل حال واحتلوا القرية. وحينئذ لم نجد مناصا من الموافقة وصعدنا، ثم كانت النتيجة التي نعرفها، كان فشلنا في احتلال القرية، فما هو ذنبنا في هذا؟ كان علينا أن ننجح. لم يكن في استطاعتنا ذلك يا سوربيه. أنا أعلم ذلك،
ولكن كان يجب علينا أن ننجح بالرغم من كل شيء. إن 300 شخص 300 شخص لم يقبلوا الموت ولم يختاروه، ومع ذلك فقد ماتوا بلا سبب. أصبحوا الآن جثثا هامدة ملقاة وسط الأحجار وتحت أشعة الشمس المحرقة. كل هذا بسببنا نحن، وبسببنا نحن لم يعد في هذه القرية سوى جنود بالتام وأشلاء جثث الموتى والأحجار. وليس هناك أشقى على النفس من أن نلقى مصرعنا غدا وأصوات هؤلاء جميعا تدوي في آذاننا. دعنا من حديث موتاك، إنني أصغركم سنا وقد أطعت أوامركم طاعة عمياء، ولكنني بريء بريء بريء. فرانسوا، ماذا تريدين؟ تعال اجلس إلى جواري. أي أخي الصغير، تعال دع أصابعي تنساب على شعرك هكذا. ما هذا؟ إنك محموم، أين منديلك؟ في جيبي، ولكني لا أستطيع أن أمسك به، فيداي مكبلتان كما ترين. في أي جيب؟ في هذا؟ أجل، ها هو ذا، دعني أجفف عرقك، إنك ترتجف، يجب إذن أن تكف عن المشي في الحجرة بلا طائي. لو كان في استطاعتي فقط أن أنزع سترتي. لا تفكر في هذا ما دام مستحيلا. فرانسوا، ماذا تفعل الآن؟ هل تحاول كسر القيد؟ لا، لا تحاول ولا تأمل، فإن تعلق النفس بالأمل يؤلمها. هدئ إذن من روعك، ودع أنفاسك تتردد بين جنبيك في رفق. اهدأ، اهدأ هدوء الموتى، افعل مثلي، فأنا هادئة مسيطرة على أعصابي، إني أدخر طاقتي. خبريني، ولماذا تدخرين طاقتك؟ حتى تستطيعي أن تصرخي بعنف عما قريب؟ إنه ادخار لا طائل تحته، لم يبق أمامنا إلا قليل من الوقت. أنا عكسك تماما، أشعر برغبة ملحة في التنقل والتجوال، أريد أن أكون الآن في كل مكان. لا تبرح مكانك، ابق هنا. دعيني، يجب أن أدور في هذه الغرفة كالنحلة. أتدرين لماذا؟ لأنني عندما أستقر في مكاني فإن فكري هو الذي يتحرك، وأنا لا أريد أن أفكر. أيها المسكين الصغير. لوسي، لوسي، ما أشق الحياة، إنني لم أعد قادرا على النظر في وجوه الرفاق، إنهم يخيفونني بنظراتهم. ضع رأسك على ركبتي هكذا. أجل، ما أشق الحياة أمامك في سنك المبكرة هذه، وأنت لا تكاد تجد من يحن عليك. بالأمس كنت أسهر عليك وأتحمل مسؤوليتك وأشجانك. أي أخي الصغير المسكين، أي أخي الصغير المسكين، ولكني الآن لم أعد قادرة على أي شيء، لقد امتص القلق جميع قواي فلم أعد أستطيع البكاء. أين تذهبين يا لوسي؟ لا تتركيني وحيدا، إن أفكارا كثيرة تهاجمني من كل صوب، أفكارا أشعر أمامها بالخجل من نفسي. هناك شخص واحد في هذا الوجود يستطيع أن يمد لك يد المساعدة. إني أشعر بأني لست وحيدة تماما في هذا العالم، إني أشعر أن جان معي. يا فرانسوا، لو كنت تستطيع. جان؟ أجل، إنه لم يقع بعد في قبضتهم، إنه يتجه جنوبا نحو جرنوبل. إن جان هو الشخص الوحيد الذي سيرى نور الغد. وما قيمة هذا؟ سيذهب بعد ذلك ليبحث عن الآخرين، وسيستأنفون حركة المقاومة في مكان آخر، حتى إذا ما انتهت الحرب سيعيشون في باريس عيشة هادئة، وسيحمل كل منهم بطاقة شخصية حقيقية عليها صورته الحقيقية، وسينادونهم الناس بأسمائهم الحقيقية. حسناً، معنى ذلك أن جاء أكثر حظا منا، ولكن ما شأن هذا كله بي أنا؟ إنه يتجه جنوبا مخترقا الغابة، وسيمر على طول الطريق
بأشجار الحور. إنه يفكر في، إن جان يا فرانسوا هو وحده الذي يستطيع أن يفكر في ويذكرني. لم يعد لي أحد في العالم يستطيع أن يذكرني بتلك الرقة سواه، وهو يفكر فيك أنت أيضا. إنه يعرف أنك صبي مسكين. إني واثقة أنه هو يستطيع البكاء. وأنت ذي تبكين أيضا. إنني أبكي بدموعي هو، لا بدموعي أنا. كفى هزلا، إنني أشعر الآن بأني أكرهه. ومع ذلك فقد كنت تحبه. فيما مجيء هذا الحارس وخروجه بهذه السرعة؟ إنهم يسخرون منا. وأنت يا لوسي، فيما وقوفك؟ لقد ظننت أنهم جاءوا لينادونا. سأجلس من جديد. لا، إنهم لن يحضروا الآن بمثل هذه السرعة. ولم لا؟ إنهم يظنون أنهم يحطمون أعصابنا بتركنا ننتظر أطول مدة ممكنة، ولكن هذا ظن خاطئ، إذ أن الأمر على العكس من ذلك تماما. على العكس من ذلك؟ أنا أعترف بأن من أشق الأمور على نفسي أن أنتظر هكذا والأفكار السوداء تمزق نفسي. هذا حق، ولكن لا تنسى أن هذا الوقت الذي تمضيه في الانتظار يساعدك على تقوية عزيمتك. لقد حدث لي هذا عندما كنت في اليونان تحت حكم متكساس. فقد حضر الحراس فجأة إلي في الساعة الرابعة صباحا، فتحطمت أعصابي من أثر المفاجأة. ولو كانوا قد بذلوا معي قليلا من المجهود لكنت اعترفت تحت وطأة المفاجأة، ولكنهم لم يطلبوا مني شيئا. وبعد مضي 10 أيام استدعوني مرة أخرى وبذلوا معي كل الوسائل لأعترف، ولكن كان قد فات الأوان فلم أعترف. ماذا فعلوا بك؟ هل ضربوك؟ وأي ضرب؟ باللكمات؟ باللكمات وبركل الأرجل. ألم تحدثك نفسك بالاعتراف بعد كل هذا التعذيب؟ لا، فقد كان بوسعي أن أتحمل لكماتهم وركلات أرجلهم. ها؟ إذن فقد تحملت. وإذا كانوا قد ضربوك على الفخذين أو الذراعين، فهل كنت يا ترى تتحمل ذلك أيضا؟ أجل، كنت أتحمله كذلك. سوربيه، لا ينبغي أن تخافهم إلى هذا الحد، فهم قوم تنقصهم الحيلة والذكاء. أنا لا أخافهم، إنني لا أخاف إلا نفسي. هون عليك، إننا لا نعرف سرا نخفيه عنهم أو نخشى أن نبوح به لهم. إن كل ما نعرفه نحن يعرفونه. سوربيه، اسمع، المسألة أبسط كثيرا مما تظن، لأنها مسألة نسبية تختلف من شخص إلى آخر. كيف؟ لا أستطيع أن أشرح لك ذلك يا فرانسوا، ولكن خذ مثلا. عندما كانوا يعذبونني بدا لي أن الزمن قصير. كنت أضغط على أسناني ضغطا قويا إلى حد أنهم بعد انتهائهم مني لم أتمكن من فتح فمي لمدة 3 ساعات. كان ذلك في نوبلي في اليونان، وكان الحارس يضربني في وجهي بين الحين والآخر بحذائه القديم المدبب. ولكن تصادف في ذلك الوقت مرور جماعة من النسوة يرددن أغنية من الأغاني تحت النافذة في الشارع، فركزت انتباهي في هذه الأغنية حتى حفظتها. في نوبلي؟ في أي عام حدث ذلك؟ في عام 1936. عجبا، لقد مررت باليونان في نفس هذا العام على الباخرة تشوفيل جوتييه ضمن أحد المعسكرات الكشفية، وقمنا بزيارة السجن هناك. وإذا لم تخني ذاكرتي فإن أشجار التين تتسلق جدران السجن. وهكذا فقد كنت إذن داخل هذا السجن وكنت أنا خارجة ألهو وأتسلى بالفرجة عليك. يا له من أمر مضحك. أجل، يا له من أمر مضحك حقا. ولكن ما قولك إذا عذبونا الآن بآلاتهم؟ قلت لك، ما رأيك إذا أعملوا فيك آلاتهم بعد قليل؟ أقول أنا عن نفسي إنني لن أتردد في استعطافهم، وسأقول دائما لنفسي اصبر لحظة أخرى
اصبر لحظة أخرى، اصبر لحظة، وهكذا. ما رأيك في هذه الطريقة؟ إن الأمر أبسط من ذلك، ولسنا بحاجة إلى أي طريقة. ولكن قل لي، ماذا ستفعل أنت؟ ألا تستطيعان أن تكف عن الكلام لحظة واحدة؟ فكر في أخي الصغير، أتعتقدان أنكما بمثل هذا الكلام ترفعان من روحه المعنوية؟ أنتما الجانيان على أنفسكما. اتركينا وشأننا يا لوسي، وإذا لم يكن أخوك يريد أن يسمع كلامنا فعليه أن يسد أذنيه. وأنا هل أسد أذني كذلك؟ إنني لا أريد أن أسمعكما لأني أخشى أن أحتقركما. ألا تجدان وسيلة لاستجماع شجاعتكما خيرا من التحدث عن الموقف بهذه الطريقة؟ لقد رأيت حيوانات كثيرة تموت، وأريد أن أموت كما تموت الحيوانات، في هدوء وصمت. ومن حدثك عن الموت منا؟ لقد كنت أنا وكنوري نتحدث عما سيفعله الحراس بنا عما قريب، وكنا نود أن نهيئ أنفسنا لاستقبال مصيرنا. أما أنا فلا أريد أن أهيئ نفسي لذلك. لما تريدون أن أحيا هذه اللحظات مرتين؟ انظروا إلى هنري، إنه مستغرق في النوم، لما لا تفعلان مثله؟ أنام ثم يحضرون ويقيذونني وهم يهزونني هزا. لا أريد ذلك. ثم إن ما بقي أمامنا من الوقت لا يتسع للنوم. إذن حاول أن تستحضر في ذهنك صورة شخص تحبه. أنا مثلا أفكر الآن في جان وفي حياتي الخاصة، في أخي الصغير عندما كان مريضا في إحدى فنادق أركشان، وأستحضر في ذاكرتي الآن صور أشجار الصنوبر التي كنت أتسلى برؤيتها من النافذة، وصورة الأمواج الخضراء التي كانت تتراقص أمامي أيضا. أمواج خضراء؟ هل هناك أمواج خضراء؟ اسمعي، ألم أقل لك إن وقتي أثمن من أن أستمع إلى مثل هذا الحديث الآن؟ سوربيه، لقد تغيرت كثيرا في مخاطبتك لي. معذرة يا لوسي، إنها أعصابي فقط، إن لي أعصاب فتاة عذراء. اسمع يا لوسي، يجب أن يدافع كل منا عن نفسه بطريقته الخاصة، وأنا أعلم أن أعصابي ضعيفة وأخشى أن ينادوني فجأة، فأريد أن أستشعر نوعا ما ألم هذه اللحظات مقدما بيني وبين نفسي، لأكون فيما بعد على استعداد للقائها. وإذا نجحت في هذا فإني واثق من أني سأكون أكثر سيطرة على نفسي، وليس لي حيلة في هذا، فقد كنت في حياتي كلها حريصا كل الحرص. لوسي، أنت قريبة من قلبي وأظن أنك تعلمين هذا، ولكني أشعر الآن أنني قد أصبحت وحيدا. ولكن إذا كنت تريدين حقا ألا نفتح فمنا دعيهم يثرثرون يا لوسي، إن شيئا واحدا يروقني في ثرثرتهم هذه، وهو أنهم يثيرون ضجة من حولي. حسنا، افعل إذن ما بدا لكما. قل لي يا كنوري، ألم تصادف أفرادا جاسد عليهم الحيلة واعترفوا؟ بلى. وما رأيك فيهم؟ وما شأنك بهم أنت ما دام ليس لدينا سر نضيعه أو نخفيه؟ ولكني أريد أن أعرف رأيك فيهم. أغلب الظن أنهم لا يقدرون على مواجهة أنفسهم بعد ذلك. هذا يتوقف. أعرف شخصا أطلق على نفسه الرصاص من بندقية صيد، ولكنه لم ينجح إلا في فقد بصره، وقد رأيته في شوارع مدينة بيريه باليونان تقوده إحدى الفتيات الأرمينيات، وهو يعتقد الآن أن ما أصابه ليس إلا ما يستحقه جزاء اعترافه. وهذا صحيح، إذ أن كل منا هو الذي يستطيع وحده أن يحكم بأنه قد أصاب في حياته ما يستحقه أم لا. وهناك شخص آخر أطلقنا نحن عليه الرصاص في السوق عندما كان يشتري الملبن، وقد كان اعتاد شراء الملبن لأنه يحتوي على كمية كبيرة من السكر. يا للمحظوظ، لو أنني اعترفت فلن تنقذني أي كمية من السكر من آلام ضميري. يقولون ذلك، لا يمكن لإنسان أن يعرف ماذا سيفعل قبل مروره بالتجربة. إذا فرضنا أنني فشلت في المقاومة فلا أعتقد أنني سأحترم نفسي بعد ذلك، وسأفضل أن أطلق على نفسي الرصاص. أما أنا فأفضل أن أدمن أكل الملبن. فرانسوا، ماذا دهاك؟ فرانسوا، ماذا؟
هل أنذرتموني بمصيري عندما ألقت بي الأقدار إليكم؟ قلتم لي إن حركة المقاومة بحاجة إلى رجال، ولكنكم لم تقولوا لي إنها بحاجة إلى أبطال. وأنا لا أدعي أني بطل، أنا لست بطلا، لست بطلا. لقد قمت بتنفيذ ما أمرت به، فوزعت المنشورات وقمت بنقل الأسلحة، وكنتم تراقبونني حين ذاك وتقولون دائما إن روحي المعنوية عالية، ولكنكم لم تنذروني بهذا المصير الذي ينتظرني. أقسم لكم إنني لم أكن أعرف أي نوع من العمل أقوم به، ولكنني كنت أقوم به فقط. لا، أنت تكذب يا فرانسوا. لقد كنت على علم بكل شيء. ألم تعلم مثلا أن ريني قد عذب نتيجة لاشتراكه في حركة المقاومة؟ بلى، ولكني لم أفكر في هذا كثيرا. أتذكرون الفتاة الصغيرة التي لاقت حتفها في المزرعة؟ لقد كنتم ترثون لحالها وتقولون إنها ماتت بسببنا. أما أنا فعندما يحضرون بعد قليل ليشووا جلدي بالسيجارة، فأصارحكم بأنني قد أعترف وأضعف، وستقولون عني يا له من جبان، وقد تقدمون لي بندقية صيد لأطلق الرصاص على نفسي إلا إذا أطلقتموه أنتم علي من خلفي، مع أنني لا أكبر تلك الفتاة إلا بعامين اثنين فقط. لقد كنت أتكلم عن نفسي يا فرانسوا. هون عليك يا فرانسوا، هون عليك، فلم نعد نكلفك بشيء بأي التزامات تجاهنا، ولم يعد لدينا أي أوامر نوجهها إليك، كما أننا لا نعلم أي شيء عن مصيرنا، وليس لدينا شيء نخفيه. فليتصرف إذن كل منا كما يريد لينقذ نفسه من الألم قدر طاقته، ليست للوسائل أي أهمية. أجل أجل أجل، لتكن الوسيلة صراخا أو بكاء أو توسلات أو اعتذارات، يتظاهر كل منا مثلا بالبحث في ذاكرته أمامه، كما لو كان يريد الاعتراف بشيء والإفصاح لهم عن سر، ولن نجد في نهاية الأمر ما نعترف به، لأنه ليس لدينا شيء ذو بال نستطيع أن نخفيه أو نفشيه. أما أسرارنا الصغيرة التافهة فلتظل طي الكتمان. ألا ترون معي أن هذه هي خير وسيلة لتفادي تعذيبهم لنا؟ ولكني مع ذلك غير واثق من نجاح هذه الطريقة. ماذا تريد إذن؟ أتتمنى أن تعرف اسما أو تاريخا حتى يكون لديك سر تستطيع ألا تبوح به؟ لا أدري، لا أدري، وإذا كان لدي سر فلست واثقا من أنني كنت أستطيع أن أصمت. وبعد؟ إنني أريد أن أعرف نفسي على حقيقتها في هذه المحنة. أنا أعلم أن الأمر سينتهي بأن يأخذوني عنوة ويضيقوا علي الخناق ويجعلوني أقف وجها لوجه أمام نفسي، فهل أستطيع يا ترى في هذه اللحظة أن أصمد؟ إن مصدر قلقي هو جسدي، أتفهم؟ أنا أعرف نفسي، إن لي جسدا متخاذلا وأعصابا متهاوية كأعصاب النساء. حسنا، لقد جاءت اللحظة الحاسمة، وسيعملون آلاتهم في جسدي، ولكنني أشعر أنني سلبت وأنني سأتعذب للا شيء وسأموت دون أن أعرف قدر نفسي. ما هذا؟ ماذا حدث؟ لقد توقفت الموسيقى، ومعنى ذلك أن دورنا قد جاء. لقد أخطأت إذن. حسنا، ولكني أعجب لحبهم للموسيقى إلى هذا الحد. عندما كنت نائما منذ قليل حلمت بأني أرقص في محل شهرزاد في باريس، على الرغم من أن قدمي لم تطأه أبدا. ها أنتم أولئي، ها أنتم، هل تريدين أن ترقصي يا لوسي؟ لا. ألا تشعرون مثلي بألم وضغط القيود حول الرسغي؟ لا بد أن يكون معصمي قد تورم أثناء نومي. كم الساعة الآن؟ الساعة الآن الثالثة. الخامسة. السادسة. الحق أننا لا نعرف الوقت، لكن يبدو لي أني رأيت ساعة بيدك. لقد حطموها على معصمي. ولكن ما لك والوقت؟ إن هناك شيئا واحدا مؤكدا، هو أنك قد نمت مدة كافية. إنه وقت ضاع مني،
ساعدني يا كانوري على رؤية الضوء من الطاقة لأعرف الوقت. يبدو لي من ضوء الشمس أن الساعة الآن 5. كانت لوسي على حق. إن ساحة العمودية في القرية ما زالت مشتعلة. إذن ألا تريدين أن ترقصي يا لوسي؟ كم أكره هذه الموسيقى. لا بد أنهم يسمعونها في العزبة المجاورة. على أي حال لم يعد هناك أحياء ليستمعوا إليها. أعرف ذلك. إن صداها يخترق جدران المنازل، ولكن جثة الموتى هي التي تسمعها. الموسيقى والشمس لوحة فنية، والأجساد التي سودت من أثر اللهب. حقا أيها الرفاق لقد خسرنا المعركة. لماذا يشكو الصغير؟ لماذا ينام هكذا على ركبتيك يا لوسي؟ إنه ليس على ما يرام، إنه لم ينم منذ 8 أيام. وأنا أعجب كيف استطعت أنت أن تنام. لقد سعى إلي النوم هكذا من تلقاء نفسه، ذلك لأني شعرت أني وحيد جدا، وهذا الشعور هو الذي جلب عندي النوم. إننا أصبحنا في عزلة تامة عن العالم كله. مسكين أنت فرانسوا، لقد تحملت كثيرا. دعني أحنو عليك قليلا هكذا. ولكن قل لي يا كانوري، ما هو الخطأ الذي ارتكبناه؟ لا أدري، ولكن ما أهمية ذلك؟ لابد أن ارتكبنا خطأ ما، وأنا شخصيا أحس بأني مذنب. أنت أيضا تشعر بهذا الشعور. أنا سعيد يا هنري أن أسمع منك هذا، فقد كنت أظن أنني أنا وحدي الذي أشعر به. حسنا حسنا، وأنا أيضا أشعر بأني مذنب، ولكن هل سيغير هذا الشعور الموقف الذي نحن فيه؟ كنت أود فقط أن أموت غير مثقل بهذا الشعور بالذنب. هون عليك، أنا على يقين من أن زملائنا في المقاومة لن يوجهوا إليك أي لوم. أنا لا يهمني آراء الزملاء الآن، لست أشعر أنني مسؤول إلا أمام نفسي. أتريد إذن أن نستدعي لك قسيسا تعترف على يديك؟ قسيس؟ ليذهب إلى الشيطان قسيس. إني أريد أن أصفي حسابي مع نفسي. لا، ما كان يجب أن تنتهي الأمور إلى هذه النهاية المحزنة. لو أني فقط أستطيع أن أحدد ذلك الخطأ الذي ارتكبته. أتعتقد أن ذلك سيفيدك كثيرا؟ لو استطعت أن أكتشف ذنبي، لوقفت أمامه وواجهته وقلت لنفسي من أجل هذا الذنب ألقى مصرعي. ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ يا إلهي يا إلهي، إن الإنسان لا يستطيع أن يموت كما تموت الفيران دون أن تدري سبب موتها، بل ودون أن تتأول. كانوري، لماذا تهز كتفيك هكذا استخفافا؟ إن هنري على حق في أن يحاول إنقاذ نفسه من الموت، وهذا هو كل ما بقي له من حقوق. لينقذ نفسه إذن لو استطاع. أشكرك إذ سمحت لي بهذا الحق. أنصحك كذلك أن تحاول إنقاذ نفسك أيضا، فلم يعد لدينا كثير من الوقت نضيعه. أنقذ نفسي؟ لماذا؟ من سيفيد من ذلك؟ إن هذه المسألة مسألة شخصية بحتة. شخصية بحتة؟ ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول إنني لم أتحمس قط في حياتي للمسائل الشخصية، سواء كانت تتعلق بي بالذات أو بحياة الآخرين. لو أنني فقط أستطيع أن أقول إنني حققت كل إمكانياتي. 30 عاما مضت من عمري، وأنا أشعر خلالها بأني مذنب لا لشيء إلا لأني قد ارتكبت خطيئة الحياة. أما الآن فإني أشعر بذنب من طراز الآخر عندما أسرح بنظري إلى هذه المنازل المشتعلة من حولي، وإلى جث الأبرياء التي تحاصرني. أقول لنفسي إن مسؤولية هذا كله تقع على عاتقي. إن حياتي كلها لم تكن إذن إلا سلسلة من الأخطاء. أنت بحاجة إلى كثير من التواضع يا هنري. ماذا تقول؟ إنك تتألم الآن لأنك تفتقر إلى التواضع، أما أنا فأعتقد أنه كان علينا أن نموت منذ اللحظة التي لم نعد فيها نفيد أحدا، والآن لم يبقى أمامنا إلا ساعات قليلة، علينا أن نحياها دون أي تفكير.
وعليك يا هنري إذن أن تقتل الوقت بالتحدث معنا. اترك نفسك على سجيتها واهدأ ما دام لم يعد في استطاعتنا أن نفعل شيئا، وما دام لم يعد لنا أي قيمة في هذا الوجود. لقد أصبحنا كالموتى لا يعتد بنا. إنها أول مرة أعترف فيها بأن من حقي أن أخلب إلى الراحة. أما أنا فلأول مرة منذ 3 أعوام أشعر بأنني أواجه نفسي. كانوا يصدرون إلي الأوامر فأقوم بتنفيذها، فأشعر بأن كل أعمالي لها ما يبررها. أما الآن فلم يعد أحد يستطيع أن يصدر إلي أوامر، ولم يعد ثمة شيء يبرر وجودي. لم تبق لي سوى قطعة صغيرة من الحياة. نعم، لم يبق سوى الوقت الكافي لكي أنشغل بنفسي. كانوا لي خبرني، لما نموت؟ نموت لأننا كلفنا بمهمة خطيرة ولم يسعفنا الحظ. نعم، هذا هو ما سيعتقده زملاؤنا في المقاومة، وهذا هو ما سيذاع في النشرات الرسمية، ولكني أريد رأيك أنت يا كانوري. رأيي أنا؟ ليس لي رأي في هذا، فقد كنت أعيش من أجل قضيتنا، وكنت على ثقة دائما بأنني سأموت ميتة كتلك التي تنتظرني الآن. أنا معك في أنك كنت تعيش من أجل القضية المشتركة، ولكن لا تدعي أنك تموت الآن من أجلها. قد يكون قولك هذا مقبولا لو أننا كنا قد متنا أثناء تأديتنا للعمل. ربما إننا نموت لأن الزملاء قد أصدروا لنا أوامر خرقاء، ولأننا لم نحسن تنفيذها. وأنا أعتقد أن موتنا هذا لن يفيد أحدا، ولن يخدم قضية ما. إن القضية لم تكن بحاجة إلى مهاجمة هذه القرية، لأن الاستيلاء عليها كان ضربا من المستحيل. إن القضية لم تصدر إلينا أي أوامر لأنها لا تستطيع أن تتكلم. نحن الذين نتخذ القرارات باسمها، فلنكف إذن عن الحديث عن القضية، فليس هنا مجال الحديث عنها، إذ أننا لم نعد بقادرين على العمل من أجلها. لنلذ بالصمت الآن، فلا يصح أن نستغل القضية لتعزية أنفسنا. إن القضية قد نبذتنا لأنها لم تعد بحاجة إلينا، ولا شك أنها ستجد من يتفانى في خدمتها غيرنا. أما نحن فقد حاولنا أن نجد مبررا لوجودنا، ولكن خاننا التوفيق، وسنموت بعد قليل موتا لا مبرر له. ربما كنت على حق، لا قيمة لأي شيء يحدث بين هذه الجدران الأربعة، وأملك ويأسك لن يجدي فتيلة. كنت آمل فقط أن يبقى أمامنا شيء ما نقوم به، أي شيء، أو حتى أي خبر نخفيه عنهم. هل أنت متزوج يا كانوري؟ نعم، تركت زوجتي في اليونان. تستطيع إذن أن تشغل نفسك الآن بالتفكير فيها؟ إني أحاول، ولكنها ذكريات بعيدة. وأنت يا سوربي؟ لدي أبي وأمي، إنهما يعتقدان الآن أنني في إنجلترا. أظن أنهما يجلسان في هذه الساعة إلى مائدة الطعام، فقد اعتاد أن يتناولا عشاءهما مبكرا. ترى هل سيشعران بعد قليل عندما تحين ساعتي بانقباض مفاجئ في القلب يكون إرهاصا بموت ولدهم؟ لا، إنني على يقين تام من أنهما لن يشعرا بشيء. سيظلان في انتظاري أعواما طويلة، ثم يألفان ذلك الانتظار، وسأموت في قلوبهم دون أن يفطنوا إلى ذلك. ولا بد أن أبي يتحدث الآن عن الحديقة، فقد كان دائما الحديث عنها على مائدة العشاء، وبعد قليل سيقوم بري الكروم. يا له من شيخ مسكين. ولكن لما أفكر فيهما الآن؟ إن هذا التفكير لن يفيدني شيئا. نعم، لن يفيدك شيئا، ومع ذلك فكم كنت أود أن يكون لي أب وأم على قيد الحياة، فليس لي أحد في هذه الدنيا. لا أحد مطلقا؟ لا أحد. لا، لست منصفا فيما تقول. إن لك جان. إن لنا جميعا جان، فهو زعيمنا وهو يفكر فينا الآن. إنه يفكر فيك أنت لأنه يحبك. إنه يفكر فينا جميعا. لوسي، ترى هل تكلمنا كثيرا عن موتانا؟ إن الوقت لم يتسع لدفنهم حتى في قلوبنا. لا، لن يفتقدني أي إنسان في أي مكان،
ولن أترك بعد موتي فراغا. فستظل عربات المترو مليئة بالناس كالمعتاد، ستظل المطاعم تعج بروادها، ستظل أدمغة الناس مشحونة بمشاغلهم الصغيرة. لقد انزلقت خارج العالم وظل العالم مليئا كما كان. لابد إذن أنه لم يكن ثمة ضرورة لوجودي. كنت أود أن أكون مهما، مهما بالنسبة إلى أي شيء أو إلى أي شخص. بهذه المناسبة يا لوسي أصارحك بأني كنت أحبك، وأنا أعترف لك الآن بحبي لأنه لم يعد لهذا الاعتراف أي قيمة. أجل، لم يعد لهذا أي قيمة. وهكذا، لقد كان مجيء إلى هذا العالم أمرا لا طائل منه على الإطلاق. أوه، طاب يومكم. لقد جاء هنا 3 مرات أثناء نومك. أنت الذي تدعى سوربي؟ هو أنا. اتبعنا. حسنا، إني أفضل على أي حال أن يبدأوا بي. هل سأعرف نفسي الآن على حقيقتها؟ في مثل هذه الساعة يقوم أبي برأي الكروم. أعطني سيجارة يا كانوري. لقد أخذوا سجائري مني. حسن، فلنرقص إذن ما داموا يريدون ذلك. ما رأيك يا لوسي؟ قلت لك إنني لا أريد أن أرقص. كما تشائين. على أي حال، إن هنا من يستطيع أن يراقصني. سأراقص هذا المانيكان. لقد بدأوا. هل سمعت شيئا؟ لا. ماذا تظن أنهم سيفعلون به؟ لا أدري يا فرانسوا. أمل أن يستطيع سوربي أن يصمد وأن يتحمل، فإنه سيؤذي نفسه أكثر من إيذائهم له. سأتحمل ولا شك، إنما أعني أنني آمل أن يصمد في قرارة نفسه. إن من الصعب على المرء أن يفعل ذلك إذا لم يكن لديه ما يستطيع الإدلاء به. أنصت، إنه لا يصرخ، وهذا نوع من الانتصار على أي حال. ومن يدريكم، قد يكونون بسبيل استجوابه فقط. هراء. في هذه اللحظة لابد أن يكون جان قد وصل إلى جرنوبل. لم تستغرق الرحلة سوى 15 ساعة، ولابد أنه يشعر بالوحش. فالمدينة هادئة والناس قانعون بالجلوس أمام المقاهي. إن جان يفكر فينا ويسمع الراديو من خلال النوافذ المفتوحة، بينما ترسل الشمس أشعتها على سفوح الجبال. إنه يوم جميل من أيام الصيف. يوم جميل من أيام الصيف، يوم جميل من أيام الصيف. عندما يأتي دوري يا كانوري لن أصرخ أبدا. سيكون هذا خطأ منك، فالصراخ يخفف الألم. لا، لن أتحمل أن تسمعوا صراخي وعويلي وأن تبكي لوسي من أجلي. ما هذا؟ لا أظن، لا أظن. اسكت أيها الصغير، إنهم قادمون. ترى على من الدور الآن يا كانوري؟ إما دورك يا هنري أو دوري، وسيأتي دور لوسي وفرانسوا بعدنا. أود أن يكون هذا دوري، فإني لا أحب عويل الآخرين. تعال هنا بجواري هذا الحائط، فقد يراقبوننا من فتحة ما في الباب. ها أنت إذن يا لوسي، ها أنت. كنت أعتقد أنني لن أراك أبدا. من معك هنا؟ كانوري. هنري. لا أستطيع أن أراكما جيدا. أين بيير وجاك؟ هل؟ نعم. والصبي فرانسوا، هل هو هنا أيضا؟ يا له من صبي بائس. بعد أن علمت بفشلكم في مهمتكم، تمنيت لو كنتم متم جميعا. لقد حاولنا أن نموت جهد طاقتنا. أصدقك يا هنري. لوسي، ماذا بك يا لوسي؟ جون،
لقد كنت أقول لنفسي منذ مرها إنك في غرنوبل تسير في الشوارع وتتطلع إلى الجبال، أما الآن فقد انتهى كل شيء. لوسي لوسي لا تبكي، عندي أمل كبير في النجاة. كيف قبضوا عليك؟ إنهم لم يتعرفوا علي بعد، لقد وقعت في يد إحدى دورياتهم الاستكشافية هناك في الطريق إلى فيردون، وأخبرت رجالها أنني من بلدة سيميه وهي بلدة صغيرة تقع في الوادي، فأحضروني هنا وأرسلوا إلى البلدة من يتحقق من صدق كلامي. ولكنهم في سيميه سيكتشفون أنك قد... لا 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 لا، إن لي زملاء هناك يعرفون ما يجب عليهم أن يقولوا، إنني واثق من النجاة، لا بد أن أخرج من هذا المكان فلا علم للآخرين بوجودي هنا. حقا لقد فشلنا في أداء مهمتنا تماما، أليس كذلك يا جم؟ لا تفكر في هذه المهمة الآن، سنبدأ العمل في مكان آخر. تستطيع أنت وحدك أن تبدأ العمل، أما نحن... ابتعدوا عن جم، يجب أن لا يرانا الحراس نتحدث إليه. ما هذه الضجة؟ إنهم يعودون بسوربيه. لقد بدأوا إذن. أجل، لقد بدأوا به. هل مكثت معهم طويلا؟ نصف ساعة. نصف ساعة؟ كنت إذن محقا يا كانوري، فالزمن يمضي بسرعة معهم. هل سمعتم صراخي؟ لقد سمعتموه بالطبع. ماذا فعلوا بك يا سوربي؟ سترى، سترى بنفسك، لا تتعجل مصيرك هكذا. هل قاسيت كثيرا؟ لا أدري، ولكن هذا ما أستطيع أن أقوله لك. لقد طلبوا مني أن أخبرهم عن مكان جا، ولكني لا أعرفه، ولو كنت أعرفه لما ترددت في أن أخبرهم به. أترون؟ إنني أعرف نفسي على حقيقتها الآن. ماذا بكم جميعا؟ ما؟ من هذا؟ جان؟ اسكت، إنهم لا يعرفون جان، وقد قبضوا عليه على أنه شخص من سيميه. شخص من سيميه؟ كم أنا محظوظ. ماذا تقول؟ أقول كم أنا محظوظ، لدي الآن شيء أستطيع أن أخفيه عنهم. هذا صحيح، فلدينا الآن جميعا شيء نستطيع أن نخفيه عنهم. كنت أتمنى لو يقتلوني. سوربي، أقسم لك أنك لن تتكلم، لن تستطيع أن تتكلم. ماذا تقول؟ ها؟ لو كان في استطاعتي أن أقدم لهم أمي لفعلت دون تردد. ليس من العدل أن تفسد دقيقة واحدة حياة بأكملها. يحتاج الأمر لأكثر من دقيقة يا سوربيه، ألا تعتقد أن لحظة ضعف يمكن أن تفسد جلال ذلك اليوم الذي قررت فيه أن تترك كل شيء لتنضم إلينا؟ وما قولك في هذه السنوات الثلاث الغنية بالشجاعة والصبر؟ وماذا عن اليوم الذي حملت فيه بالرغم من تعبك بندقية فرانسوا وحقيبته؟ لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، إنني أعرف الآن. إنني أعرف الآن نفسي على حقيقتها. على حقيقتها؟ لماذا تعتقد أن نفسك الحقيقية هي التي اكتشفتها اليوم وهم يضربونك؟ ألم تكن نفسك على حقيقتها يوم رفضت أن تشرب لتعطي لوسي نصيبك من الماء؟ سوربيه، إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دائما في أعلى قمم التوتر النفسي باذلا أقصى طاقته في كل لحظة. هناك طرق على قمم الجبال يا سوربيه، كما أن هناك طرقا في الوديان. حسنا حسنا،
ولكن لنفترض أنني قد اعترفت منذ قليل، ها؟ أكنت تستطيع عندئذ أن تنظر إلي هكذا في عيني؟ لن تعترف ولن تجوز عليك حيلهم. ولكن لنفرض أن هذا حدث. ها هي نظراتك تتفاداني، أرأيت؟ إن هناك أناسا يموتون على فراشهم وهم مستريحون، يموتون أبناء طيبين، أزواجا طيبين، مواطنين طيبين، آباء طيبين، إنهم جبناء مثلي، لكنهم لن يعرفوا ذلك أبدا. ما أسعدهم، ما أسعدهم. ولكن لما لا تسكتونني؟ ماذا تنتظرون لتخمدوا أنفاسي؟ صوربيه، أنت أفضلنا جميعا. أسكت، أسكت. أين اليوناني؟ هو أنا. اتبعني. إن كانوري سيتعذب الآن من أجلي. خير له أن يتعذب من أجلك من أن يتعذب لي شيء. عندما يعود كانوري كيف أستطيع أن أتحمل نظرته إلي؟ لوسي، خبريني يا لوسي، هل تكرهينني؟ هل يبدو علي أني أكرهك؟ أعطيني يدك يا لوسي. إن يديك مكبلتان، كم أشعر بالخجل لأنهم تركوني بغير قيد. ها أنت أخيرا يا لوسي. كنت أقول لنفسي كل شيء قد انتهى بالنسبة لها، انتهى خوفها وجوعها وألمها، ولكن ها أنت مرة أخرى وسأخذونك الآن، ثم يعودون بك بعد قليل وهم يحملونك حملا. ومع ذلك فلن ترى في عيني إلا نظرات الحب. لابد أنني سأسمع صراخك من هنا. سأحاول ألا أصرخ. لكن الصبي سيصرخ وسيبكي، أنا على يقين من ذلك. أسكت، أسكت، أسكتوا جميعا. هل تريدون أن أفقد ثوابي؟ إنني لست بطلا ولا أريد أن يسومون العذاب بدلا منك يا جا. فرانسوا، دعيني وشاني، أنا لا أطارح الغرامة كما تفعلين. إذا أردت أن تعرف عاطفتي نحوك على وجه التحديد فأنا أكرهك يا جا. لك كل الحق في أن تكرهني. ماذا تفعل يا جا؟ دعني، إنها أول مرة أرى فيها رجال يتعذبون هكذا بدلا مني. ماذا تريد إذن؟ أتريد أن تكشف عن شخصيتك؟ ولكن أنسيت أن الرفاق قادمون إلى هذه القرية لاعتقادهم أنه لابد أن نكون قد نجحنا في احتلالها؟ من سيخبرهم إذن بأننا لم ننجح في مهمتنا فيمنعهم من الحضور إلى هنا؟ اترك يا هوري، اترك. فإذا كان يريد أن يكشف عن شخصيته فليس لديك أدنى حق في أن تمنعه من ذلك. سيكون شيئا جميلا حقا عندما يقبل الرفاق على القرية ظنين أنها وقعت في قبضتنا. أنت على حق يا هنري. هذا أفضل، أعطني سيجارة وأعطي الصبية سيجارة أخرى. دعني وشأني. أشعلها لي يا جان. هنري، ماذا بك؟ لا تقلق، لا تقلق من أجلي، أحب التدخين ولكني لم أكن أعرف أن طعم السيجارة يمكن أن يكون لذيذا إلى هذا الحد. كم تبقى معك من السجائر؟ سيجارة واحدة. خذ يا سوربيه، دخن. أنا سعيد بوجودك معنا هنا يا جماعة، فقد أعطيتني سيجارة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى
فستصبح أنت شاهدنا، وهي مهمة شاقة، فستذهب لزيارة والدي سوربيه وستكتب خطابا إلى امرأة كانوريه. غدا سترجع إلى المدينة وستحمل في ذاكرتك آخر صورة لواكي وأنا على قيد الحياة، ولن يعرف أحد سواك ذلك الوقت. يجب ألا تنساها يا جان، فأنا أنت، وإذا عشت فسأعيش أنا أيضا. كيف أنسى ذلك الوجه يا لوسي؟ عد إلى مكانك يا جان، إنهم قادمون، إنه دوري. يجب أن أقول لك هذه الكلمة قبل مجيئهم. لو أنك لم تأتي إلى هنا لكنا تعذبنا كالحيوانات دون أن نعرف لذلك سببا، ولكن ها أنت ذا بيننا، وكل ما سيحدث بعد ذلك قد أصبح له معنى. سنكافح، لا من أجلك أنت فقط، بل من أجل جميع الرفاق. صحيح أننا لم نوفق في مهمتنا، ولكننا قد نتمكن من إنقاذ كرامتنا. كنت أظن منذ لحظات أنني أصبحت غير ذي قيمة، ولكني أرى الآن أن وجودي ضروري لتحقيق هدف معين، وإذا حالفني الحظ فربما استطعت أن أقول لنفسي إنني لا أموت عبثا. ها هو ذاك نوري، قد عادوا به. كانوري لم تفلت من فمه صرخة واحدة. قاعة درس في الطابق الأول من بناء المدرسة التي تدور فيها أحداث مسرحية. جدران القاعة قديمة بيضاء، توجد على أحد الجدران خريطة لإفريقيا وصورة للماريشال بيتان. توجد نافذة إلى اليسار، وفي أقصى القاعة إلى اليمين باب، وإلى جوار النافذة توجد مائدة صغيرة عليها جهاز للراديو. في الحجرة ثلاثة من ضباط الميليشيا التابعين لبيتان، لاندريو وهو الرئيس، وبيلرين، وكلوشي. هل نستدعي ثالثهم؟ تمهل لحظة حتى نتناول غداءنا يا كلوشي. تستطيع أن تأكل أنت وبيلرين إذا شئتما، أما أنا فيمكنني أن أستجوب واحدا منهم في تلك الأثناء. لا يا كلوشي، فإنك ستجد في ذلك لذة هائلة. ألست جائعا؟ كلا. بيلرين، كلوشي لا يشعر بالجوع. لابد أنك مريض يا كلوشي. لا أشعر بالجوع أثناء العمل. سأستمع إلى بعض الموسيقى. كفانا صداعا يا كلوشي. إنني أدهش دائما عندما أجد أناسا لا يحبون الموسيقى. ماذا تقول؟ أقول إنني أدهش دائما عندما أجد أناسا لا يحبون الموسيقى. ربما كنت أحب الموسيقى، ولكن ليست هذه الموسيقى وليس هنا. حقا؟ أما أنا فإني أحبها دائما. ألا يمكن أن نستمع إلى شيء من الموسيقى على ألا تكون مرتفعة؟ كلا، يا لكم من غليظين. هل نبعث في إحضاره؟ ألا تكف عن إلحاحك؟ يا للسماء، علينا أن نستجوب ثلاثة آخرين، ولن ننتهي قبل العاشرة مساء. وعندما أعمل أنا وبطني خاوية فإن أعصابي تضطرب. أولا لم يبق منهم سوى اثنين، بما أننا سنستجوب الصبي غدا، وثانيا نستطيع بشيء من النظام والدقة أن نفرغ من الأمر في ساعتين. راديو تولوز سيذيع أوبرا توسكا هذا المساء. هذا لا يهمني، انزل انزل واسأل إن كانوا قد عثروا على شيء نأكله. أعرف أعرف، وجدوا لنا دجاجا. دجاج مرة أخرى، لم أعد أطيق الدجاج. اذهب واحضر لي علبة لحم محفوظ. وأنت يا بيلرين؟ لحم محفوظ كذلك. وبعد ذلك أرسل لنا جنديا ليمسح هذا. ماذا تعني؟ هذا الدم الذي سال من جسد اليوناني، إنه شيء قبيح. أوه، لا ينبغي أن نمسح هذا الدم، لأن رؤيته يمكن أن تؤثر على الآخرين. لن أكل ما دامت هذه القذارة تلطخ الأرض. ماذا تنتظر؟ لا ينبغي أن تمسح هذا الدم. من الذي يأمر هنا؟ كما تشاء. لاندريو، لا تسرف في الإساءة إليه إلى هذا الحد. لا أهتم يا بيلرين. إني أنصحك
إن له قريبا من كبار الموظفين المتصلين بالوزير، وهو يرسل إليه التقارير، وأعتقد أنه هو الذي تسبب في ضياع دوبان. الحشرة الحقيرة، إذا أراد أن يؤذيني أنا أيضا فعليه أن يسرع، لأني أعتقد أن الوزير سينتهي أمره قبل أن ينتهي أمري. ربما. ماذا تفعل؟ أنت أيضا تريد الآن أن تستمع على الموسيقى؟ أريد أن أسمع الأخبار. دعك من الأخبار فأنا أعرفها. حضرات المستمعين الأعزاء، بعد لحظات نقدم لكم حفلة الأحد الموسيقية. هذا صحيح، اليوم هو الأحد. في يوم الأحد كنت أذهب إلى مونمارتر وأبحث لي عن فتاة ما، ثم أذهب إلى توكي. متى كان هذا؟ قبل الحرب الحالية. وجدت بضعة مسامير في حديقة الكنيسة. أكرر، وجدت بضعة مسامير في حديقة الكنيسة. الحلفاء الملاعين يرسلون إشاراتهم السرية. وجدت بضعة مسامير في حديقة الكنيسة. ابحث عن شيء آخر. أجننت يا لاندريو؟ ستحطم الجهاز. القوات الألمانية صامدة في شربورغ وكان، أما في قطاع سانلو فقد اضطرت القوات الألمانية للتراجع أمام ضغط العدو المستمر. حسن، فهمنا. أغلق هذا الجهاز. ماذا ستفعل يا بليران؟ أين ستذهب الآن وقد بدأ غزو الحلفاء؟ وماذا تريدني أن أفعل؟ لقد انتهى الأمر. نعم، يا لهم من أنزال. من؟ الجميع، والألمان أيضا، كلهم سواء. لو أن كل شيء بدأ من جديد. أما أنا فأعتقد أني لست آسفا على شيء، لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي على الأقل حتى هذه الشهور الأخيرة. ألم تسمع يا كلوشي؟ لقد نزل الإنجليز على الشاطئ الجنوبي واحتلوا مدينة نيس. احتلوا نيس؟ ولم يلقوا مقاومة وهم يواصلون زحفهم إلى الشمال. أوه. يا للسماء. كان ذلك هزلا، أليس كذلك؟ لا يصح أن تكون هذه المسائل مادة للدعابة. حسن حسن، اكتب هذا في تقريرك اليوم. أوه. أيها الحارس، امسح لي هذه القذارة من الأرض. حسن يا سيدي. ألن تأكل يا بليران؟ ينتابني دائما شعور غريب قبل أن نبدأ الاستجواب. لست شريرا بما فيه الكفاية، ويرهق عنادهم أعصابي. من منهم سنستجوب الآن؟ الشاب الطويل 30 عاما، قوي البنية. سنتسلى تسلية حقيقية. كل أملي ألا يعيد ما فعله اليوناني. ألا أظن فاليوناني حيوان. ومع ذلك فإن الأمور تصبح عويصة حقا عندما يرفضون الكلام. لقد سرت إلي عدوى التسائب. حسن، اذهب واحضره أيها الجندي. حسن يا سيدي. نافذة فإن الجو بارد. أي نافذة؟ نعم، لقد فتحتها دون أن أنتبه إلى ذلك، سأغلقها. لا أتركها مفتوحة، عندي صداع وأحتاج للهواء النقي. كما تشاء. دعوه يجلس على هذا المقعد. اخلعوا القيد عن يديه، اربطوا ذراعي في ذراعي المقعد. حسنا، ما اسمك؟ هنري. هنري ماذا؟ هنري. والآن ما اسمك بالكامل؟ إن اسمي هنري، هذا هو كل ما أعرف.
مهلا مهلا مهلا، إنكم ستقضون علي بهذه الطريقة. كم عمرك؟ 29 عاما. المهنة؟ قبل الحرب كنت أقوم بدراسة الطب. أنت إذن مثقف أيها القذر، ها؟ أوسعوه ضربا. لا 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 لا، لا نريد أن نضيع الوقت معه. طالب يدرس الطب، ها؟ اضربوه بالإيران. أين رئيسكم يا هنري؟ لا أدري. صحيح؟ لا 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 تضربوه. هل تدخن؟ أعطوه سيجارة. انتظروا سأشعله. ولا ضع في فمه أيها الحارس. دخن إذن. ماذا تأمل؟ اعلم أنك لا تثير إعجابنا بسلوكك هذا. هيا يا هنري، لا تكن عنيدا هكذا. إن أحدا لا يراك الآن. وفر إذن وقتك ووقتنا. لا تنسى أنه لم يبقى أمامك إلا بضع ساعات في الحياة. لم يبقى أمامكم أنتم أيضا إلا بضع ساعات في الحياة. لا، إنما بقي لنا نحن يحسب بالأشهر لا بالساعات. اطمئن، سنقوم نحن بدفنك. دخن دخن وفكر. وإذا كنت مثقفا حقا فكن واقعيا، لأنك إذا لم تعترف أنت فستعترف الفتاة زميلتك أو سيعترف الصبي. هذا شأنهما وحدهما. أين زعيمك؟ حاولوا أن تجعلوني أتكلم. حسنا، أتفضل هذا؟ لا كما تريد. انزعوا السيجارة من فمه. كلوشي، أوصيك به خيرا. حسنا. ضعوا عصاين في الحبال التي حول معصمي. هكذا هكذا، هذا حسن. سندير العصا في الحبال حتى تعترف. لن أبوح لكم بشيء. لن تعترف في التو، هذا صحيح. ستبدأ بالصراخ. حاول أن تحملني على ذلك. أرى أنك صلف، عليك بالتواضع يا فتى، لأنك ستسقط بعد قليل من عليائك، سوف تتحطم أمامنا. أدير العصا. ماذا؟ لا شيء؟ لا لا، أديره أديره أديره. انتظر انتظر، لقد بدأ يتألم. ها؟ لا طبعا طبعا، فإن الألم لا وجود له بالنسبة للمثقفين أمثالك. ولكن من المؤسف أننا نرى الألم على وجهك. أوه، جبينك يتصبب عرقا. كم أتألم من أجلك. دعني أجفف لك العرق بمنديلي. أدير العصا. ترى هل سيصيح؟ هل سيصمت؟ سيصيح سيصمت سيصيح سيصيح سيصمت. تستطيع أن تمنع نفسك من الصراخ، ولكنك لن تستطيع تحريك جسمك ورأسك. كم تتألم، ما بالك تضغط على فكيك هكذا؟ لابد أنك خائف، ولابد أنك تقول لنفسك الآن: إذا استطعت أن أصمد بعد ذلك لحظة واحدة، لحظة واحدة فقط. ولكن لا تخلع نفسك، لأن هذه اللحظة ستمر، وسيعقبها لحظة أخرى وثالثة ورابعة، حتى تدرك في نهاية الأمر أن الألم قد زاد عن حده وأصبح لا يطاق، وأنه من الأفضل لك أن تتنازل عن كبريائك وتحتقر نفسك. لن نتركك، إنك لم تعد تراني. ها؟ ماذا ترى الآن؟ أوه، كم أنت جميل الوجه. أدير العصا. ستصيح ستصيح، هيا هيا ستصيح يا هنري. أرى الصيحة تملأ أحبالك الصوتية، وها هي ذي تصعد إلى شفتيك. لم يبق إلا مجهول ضئيل صغير. أدير العصا أيها الجنود، أدير العصا أدير العصا. كم أنت خجل من نفسك الآن. أدير العصا. ألم أقل لك أنت ترى بنفسك أن الأمر كله يتوقف على الصيحة الأولى؟ فإذا من بعثت وغلبت على أمرك فيها فلن تتوقف بعد ذلك عن العويل. أديره.
والآن بكل هدوء بكل لطف ستعترف، ستتكلم. لن تحصل مني إلا على صرخاتي. لا 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 يا هنري، ليس من حقك بعد ذلك أن تتظاهر بالكبرياء، فقد قلت لي منذ لحظة حاول أن تجعلني أصيح وقد تحديتني، وها أنت ترى أن الأمر لم يستغرق طويلا. أين زعيمك؟ أين رئيسك؟ كن متواضعا يا هنري، خبرنا أين هو؟ ماذا تنتظر؟ استغث أو تكلم. لا أدير العصا. أنا بكم أديرها حتى تحصلوا الطري. أديروا. كفى كفى كفى، لقد سقطت رأسه على الكرسي. أوه مسكين يا هنري، سأحضر لك بعض النبيذ. اشرب اشرب أيها الشهيد البائس، اشرب قليلا من هذا النبيذ علك تنتعش. هل أنت أحسن حالا الآن؟ حسن، لنبدأ إذا من جديد. اذهبوا أيها الحراس وأتوني بآلات التعذيب. لا لا، ماذا؟ خذوه إلى الحجرة المجاورة واستجوبوه هناك، إن المكان هناك ضيق. إنني أنا هنا الذي ألقي الأوامر ولست أنت. حذار يا كلوشي، لقد نبهتك إلى ذلك مرتين. ولكن أتريد أن أدس يدي هذه في حلقك؟ حسن حسن، هدئ من روك، هدئ من روك. خذوه. تعال أندريو تعال. إن كلوشي يقززني. إنه صرصار. هذا المثقف القذر كان يدرس الطب. لقد تركت أنا المدرسة الثانوية في 13 من عمري، لأنه كان علي أن أكسب قوتي بعرق جبيني، إذ لم يكن والداي على ثراء يسمح لهما بدفع مصروفات المدرسة. نأمل أن يعترف. حاجة لابد أن يعترف. إن الأمر يصبح عويصا عندما يرفض أحدهم أن يتكلم. ماذا أنت أيضا يا لاندريو؟ أتستمع إلى الموسيقى؟ لا، ولكن صياح هذا الشاب هو الذي يضطرني إلى فتح الراديو، فإن أعصابي لا تتحمل عويله. أخفض صوت الراديو قليلا حتى نستطيع أن نسمع صرخاته. اذهب إذن بالقرب منه، لابد أنه يتكلم، إنه جبان، ينبغي أن يكون جبانا. أغلق هذه الموسيقى. ماذا حدث؟ سيقتلونا ومع ذلك فلن يبوح بشيء. كفى كفى، عودوا به إلى هنا. لا، لم ينتهي تعذيبنا لك بعد، إننا سنعود إلى ضربك من جديد. لا تخف، لا تنظر إلي هكذا. قلت لك أخفض عينيك، أخفض عينيك أيها القذر. مد يدك، سأضع فيها القيد من جديد. هكذا. أنت تتألم، أليس كذلك أيها المسكين؟ هيا هيا، لا تكن متكبرا هكذا، فقد صرخت، لقد صرخت في النهاية، وغدا ستتكلم. لقد أجبرناك على أن تبكي وتصيح، وغدا ستعترف. عودوا به إلى السجن. يا له من وغد حقير. إن الأمور تتعقد عندما يرفض أحدهم أن يتكلم. ماذا؟ أقول إن الأمور تتعقد عندما يرفض أحدهم أن يتكلم. ولكنه صرخ على أي حال. لقد تعالى صراخه. علينا الآن بالفتاة. الفتاة؟ وإذا لم تتكلم هي الأخرى؟
وبعد؟ لا شيء لا شيء، ولكن لا بد أن يتكلم أحدهم، لا بد أن يتكلم أحدهم، لا بد. علينا بالشاب الأشقر أولا، إنه على قاب قوسين أو أدنى من الاعتراف. الأشقر؟ أيهم؟ المدعو صربيه، إنه جبان. جبان؟ إذن فلنستدعي على الفور. إنهم جميعا جبناء، بعضهم يتصف بالعناد، هذا كل ما في الأمر. بليران، ماذا نفعل إذا تغير الحال وجاءت حكومة كلفت رجالها بأن ينزعوا منك أظافرك؟ لا، الإنجليز لا يقدمون على نزع الأظافر. وما رأيك في رجال المقاومة؟ لا، إن هؤلاء أيضا لا يقدمون على هذا الفعل أبدا. لا، لن تنزع أظافرنا. لم لا؟ مثل هذه الأشياء لا تحدث لأمثالنا. ها هو ذا صربيه، دعوني أنا أستجوب. انزعوا من يديه القيد. حسن، أوثقوا رباطه في المقعد. حسن حسن، ها أنت إذا معنا من جديد يا صربيه، ها؟ وعلى نفس المقعد، وها نحن أيضا مرة أخرى. هل تعرف لما استدعيناك أنت بالذات؟ كلا. لأنك جبان، ولأنك ستعترف الآن. ألست جبانا؟ بلى. أرأيت؟ لقد قرأت هذا الجبن في عينيك، أرني عينيك الواسعتين المفتوحتين. سوف تكون عيناك على هذا الحال عندما يشنقونك أنت أيضا. اسمع، لا تستخدم الألفاظ الطنانة، فإن هذا لا يلائمك. ولا أنت أيضا، فنحن متشابهان، نحن أخوان، لن يؤثر فضولك، أليس كذلك؟ أنت لا تعذبني بل تعذب نفسك. هل أنت يهودي؟ أنا؟ أبدا. أقسم لك إنك يهودي، اضربوه. بلى بلى، أنا يهودي، أنا يهودي. حسن 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 حسن، استمع إلي إذن يا صربيه، سنبدأ بنزع أظافرك، وسيتيح لك هذا وقتا للتفكير، وأمامنا الليلة بأسرها لتفكر، فلا عجلة هناك. ستتكلم أم لا؟ يا للقذارة. ماذا تقول؟ أقول يا للقذارة، أنت وأنا إننا قذران. أيها الحراس، خذوا الكماشة وابدأوا في العمل. اتركوني اتركوني، سأعترف سأعترف، سأطلعكم على كل ما تريدون. انزعوا جزءا من أظافري على الرغم من ذلك. يعلم أن الأمر جد وليس هزا. حسن 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 جدا. أين زعيمك؟ فكوا فكوا وثاقي أولا، لم أعد أستطيع أن أجلس على هذا الكرسي، لم أعد أستطيع. فكوا وثاقه، فكوا وثاقه. أريد سيجارة. لا، سنقدمها لك بعد اعترافك. ماذا تريدون أن تعرفوا مني؟ مكان الرئيس، أليس كذلك؟ أنا أعرف مكانه، أنا الوحيد الذي أعرفه، أما زملائي الآخرون فيجهلونه. لقد كنت دائما محل ثقتي، ها هو ذا يقف وراءكم. ماذا؟ لقد فزت، لقد فزت، لقد هزأت بكم. لا تقتربوا مني وإلا سأخذف نفسي من هذه النافذة. لقد خدعتكم، انتصرت عليكم، انتصرت عليكم. صربيه صربيه صربيه، إنكم تجرون رجلي بكلمات معسولة. أيها الرفاق، أيها الرفاق، هضري كذري، إنني لم أعترف بشيء. صبيه صبيه، امسكوه، طاب مساءكم. صبيه. يا له من قذر،
جبان قذر. أسرعوا أيها الحراس، انزلوا إلى الفناء، فإذا كان حيا عودوا به إلى هنا، سنعامله بمنتهى القسوة حتى يرتجف بين أيدينا. لقد نصحتكم بإغلاق النافذة. كلوشيه، إنني أشعر بالغثيان كلما نظرت إليك. خذ هذا، اكتب هذا في تقريرك الليلة. أوه، حسن، حسن جدا. لقد مات يا سيدي. يا للوقت، علينا إذن بالفتاة. اذهبوا وجيئوا لي بالفتاة حالا. لا بد أن يعترفوا بحق السماء، لا بد أن يعترفوا. عندما كانوا يشدون وثاقي إلى المقعد، كنت أتفرس في وجوههم، وحدث أن تقدم مني شخص من بينهم وصفعني على وجهي، فنظرت إليه مليا، وخيل إلي أني رأيت ذلك الوجه من قبل، ثم استمروا في ضربي بينما كنت مشغولا بتذكر صاحب هذا الوجه. أيوم تقصد؟ أقصد ذلك الرجل الطويل القامة الذي لا يكف عن الثرثرة. لقد رأيته في جرنوبل. أتذكر شاسير صاحب المخبز الذي يقع في شارع لونج؟ كان هذا الرجل الذي رأيته هنا يحضر إلى المخبز صباح كل أحد، ثم يخرج حاملا ربطة من الكاتوخ يمسكها بخيط وردي. لقد جذبت سحنته القبيحة انتباهي حين ذاك، والحق أنني كنت أظنه من رجال البوليس. ألم يصدع هذا الرجل رأسك مثل ما فعل بي؟ طبعا كان يتكلم طول الوقت ويضيق علي الخناق بجسمه الضخم وهو ينفخ في وجهي. وماذا كان يقول لك يا هنري؟ لا شيء، مجرد ثرثرة فارغة يا جان. لا كنت في مكانك لما تحملته لحظة واحدة. بالعكس، فقد كنت أتسلى بسماع حديثه. نعم نعم نعم، لا أستطيع أنا أن أعرف ذلك بالطبع. هل تستطيع يا كانوري أن تخمن الوظيفة التي كان يشغلها هؤلاء الجنود في حياتهم المدنية؟ الرجل البدين الذي كان يقوم بتسجيل أقوالنا قد يكون طبيب أسنان. هذه لا بأس بها، من حسن حظنا إذن أنه لم يحضر معه آلة حفر أسنان. كف عن الضحك، كف عن الضحك. أجل، تستطيعان أنتما أن تضحكا. لم أكن أتصور أن يجيء اليوم الذي أشعر فيه بضآلتي أمامكما، ولكن أنا لا أفهم كيف تستطيعان أن تكون على هذه الحالة من المرح. إننا نحاول ذلك. بالطبع بالطبع، لقد تعذبتما أنتما الاثنان، وهذا هو الذي يجعلكما تشعران براحة الضمير. اسمع، لقد كنت متزوجا، لم أقل لكما هذا من قبل، وقد ماتت زوجتي على فراش الوضع، وأتذكر كيف كنت أسير ذهابا وجيئة في ممرات المستشفى. كنت أعلم أنها ستموت. ما أشبه حالتها تلك بحالتكم الآن، وما أشبه حالتي الآن بحالتي في تلك اللحظات. كنت أود أن أساعدها، ولكن لم يكن في وسعي أن أقدم لها أي عون. كل ما فعلته أنني كنت لا أستقر في مكاني، وأرهف السمع، أرهف السمع لأسمع صراخها، ولكن لم تنبعث منها صرخة واحدة. كانت هي أحسن حالا مني، وأنتما أيضا أحسن مني حالا. ليس هذا ذنبنا. ولا ذنبي أنا، إنني أود أن أمد لكما يد العون. إنك لا تستطيع. أعلم ذلك جيدا. ماذا يفعلون بلوزي؟ لقد مضت ساعتان على استدعائهم لها، إنهم لم يبقوكما هذه المدة الطويلة. لا، إنها امرأة، وفي استجواب المرأة مجال كبير للتسلية. سأعود، سأعود بعد أسبوع، بعد شهر، ولكنني سأعود وسأجعل رجالي ينزلون بهم أشد العقاب.
إنك متعب، ماذا تفعل الآن؟ سأعتلي هذا الفرن وأنظر من القوة، أريد أن أراه قبل أن يلقي الليل سدولة. ترى من؟ سوربيه. إنه ما يزال في مكانه، لم يتحرك. هل سيتركون جثته تتعفن هنا؟ ألا يريد أحدكم أن يراه؟ وما جدوى ذلك؟ معك حق، ما أهمية ذلك بالنسبة لكما؟ أنتما تتركان الموتى لي. أنا أريد أن أراه. لا أنصحك بهذا يا فرانسوا. عاوني على التسلق يا جان. هيا. لقد رأيت جمجمة، إنها مهشمة تماما. لم يكن يصح أن تدعه ينظر إلى الجثة يا جان. لماذا؟ إن لكم أعصابا قوية، وأعتقد أن رؤيتكم لجثة ما لا يؤثر فيكم قيد شعرة. قد يؤثر ذلك علي أنا، أما الصبي. استمع إلي يا فرانسوا، إن رثاء الموتى ليس من اختصاصك، بل من اختصاص جان. لقد مات سوربيه، فلا يصح أن تشغل أنت نفسك به. لا تفكر الآن إلا في نفسك، فلا يزال أمامك طريق تقطعه. ستتهشم جمجمتي بعد قليل هكذا، وستكحض عيناي مثل عيني سوربيه. هذا كله لا يعنيك، لأنه إذا حدث لك فلن تكون حيا حتى ترى نفسك بعينيك. استمع علي يا هنري، استمع علي وأنت أيضا يا كالوري. هل ينبغي أن ينزعوا أظافري حتى أشعر بأنني زميل لكما؟ ماذا دهك يا جان؟ لقد كنت دائما وستظل زميلا لنا. أنت تعلم جيدا أن هذا ليس صحيحا. إنكما لا تعلمان شيئا عن مقدار طاقتي في تحمل التعذيب. قد يكون من المحتمل ألا أصرخ أنا يا هنري كما فعلت أنت. وبعد معذرة، علي أن ألزم الصمت، لم يبق لي غير هذا الحق. جان، تعال اجلس بجوارنا. لو أنك مررت بنفس التجربة لكنت قد سلكت مثلنا تماما. ولكن لم تعد الأمور التي تشغلنا هي نفس الأمور التي تشغلك. ماذا بك يا جان؟ لما نهضت هكذا فجأة؟ سأظل هكذا، لا أستقر على حال ما دامت لوسي لم تعد. أترى؟ إنك تضطرب وتتحرك وتنفعل، إنك مليء بالحياة. لقد قضيت معها ستة أشهر دون أن أقول لها أنني أحبها، وفي الليل كنت أطفئ الأضواء قبل أن آوي إلى الفراش معها. أما الآن فهي عارية أمام هؤلاء الأوغاد يتحسسون جسدها بأيديهم. ما قيمة ذلك؟ المهم هو أن تفوز. تفوز؟ تفوز بماذا؟ تفوز. إننا في هذا المكان فريقان، فريق يريد أن يحمل الفريق الآخر على الكلام. هو شيء سخيف، ولكن هذا هو كل ما تبقى لنا. وإذا اعترف أحدنا فسنفقد كل شيء، وقد سجل أعضاء الفريق الآخر نقطتين ضدنا لأنني لم أتمالك نفسي فصرخت وبكيت أمامهم. إلا أن وضع فريقنا لا بأس به على كل حال. لست أهتم فتيلا بالخسارة أو المكسب، كلاهما وهم. أما لوسي فهي تشعر الآن بخجل حقيقي، تتألم ألما حقيقيا. وما أهمية ذلك؟ لقد خجلت من نفسي أنا أيضا عندما أجبروني على الصراخ أمامهم، ولكن هذا الخجل لا يستمر طويلا. إذا استطاعت لوسي أن تمتنع عن الكلام فإن أيديهم لن تترك أثرا على جسدها. إنهم أناس مساكين ليس إلا. أنا لا أفهم إلا شيئا واحدا، أفهم أنها امرأة وأنها الآن بين أيديهم. حسنا، لتسمح لي إذن أن أبوح لك بسر، أنا أيضا أحب لوسي يا جان. أنت؟ لما لا؟ فقد كنت أرقب صعودكما معا على سلم الفندق بغير قليل ما الغيرة. أما عن الأنوار فكم تساءلت أما إذا كنت حقا تطفئها يا جان. أنت تحبها؟ لو كنت صادقا في حبك نحوها لما استطعت الآن أن تجلس هادئا هكذا. إنها تتألم وتمر بنفس التجربة التي مررت أنا بها منذ قليل، ولذلك فإني على يقين بأن هذا الألم أصبح عنصرا مشتركا يقرب بيننا أكثر وأكثر.
صحيح إن اللذة التي طالما منحتها إياها يا جا كانت حاجزا بيني وبينها، أما الآن فأنا أشعر أنها أكثر قربا لي منك. هذا غير صحيح، غير صحيح. إنها لا تفكر إلا في أنا، كلما زادوا في تعذيبها. إنها تتألم وتتحمل الخجل أمام نفسها لا لشيء إلا لأنها لا تريد أن تفشي سري وتسلمني لهم. لا لا، إنها تتألم لتكسب المباراة. إنك تكذب. لقد قالت لي عندما أعود بعد استجوابي فلن تلمح في عيني إلا الحب. ها هي ذي تعود، وبوسعك الآن أن تقرأ في عينيها. فرانسوا تعال. لوسي لا، لا تلتصق بي هكذا. لوسي لا تلمسني، أعطني فقط ما تفسر بي وضعه على كتفي. أتشعرين بالبرد؟ لا. ماذا يفعل الآخرون؟ هل ينظرون إلي؟ لماذا لا يستأنفون حديثهم؟ لوسي دعها الآن. لوسي ماذا تريد مني؟ أنسيت أنك قد قلت لي أنني لن أرى في عينيك إلا نظرات الحب؟ نظرات الحب. ابتعد عنها يا جا، انتظر قليلا حتى تستطيع أن تتكلم. ما شأنك أنت؟ إنها لي ولن تأخذوها مني، أليس كذلك يا لوسي؟ أنت مختلفة عنهما، أليس كذلك؟ أجيبيني، لما تلزمين الصمت هكذا؟ هل تحقدين علي؟ لا لا أحقد عليك لوسي عزيزتي حبيبتي الرقيقة. لن أكون رقيقة بعد اليوم يا جا. لم تعودي تحبينني؟ لا أدري. لا تقترب مني يا جان. لوسي لوسي لا تمسسني. ربما كنت لازلت أحبك ولكني لم أعد أشعر بذلك الحب، لم أعد أشعر بشيء على الإطلاق. ما انتظارك أمامها بعد ذلك؟ ابتعد عنها إذن. تعالي هنا إلى جواري. ما قيمة هذا كله فرانسوا؟ ماذا يفعلون الآن؟ إنهم جالسون وقد أدار كل منهم ظهره للآخر. حسن، قل لهم إذن إنني لم أعترف بشيء. كنا على ثقة من ذلك يا لوسي. حسن. ماذا بك يا فرانسوا؟ إنه دورك الآن، دافع عن نفسك جيدا، يجب أن تشعرهم بالخجل من أنفسهم. لم أعد أستطيع تحمل ذلك، لا أستطيع. انظر إلي جيدا يا فرانسوا، ارفع رأسك هكذا، أنت خائف جدا. هل ستعترف؟ أجبني. لا أدري، كانت عندي بقية من الشجاعة، أما الآن بعد أن رأيتك بشعرك المنكوش وقميصك الممزق يزداد يقيني بأنهم قد اعتدوا علي. لم يمسسني أحد، فقد كنت كالصخرة الصماء ولم أشعر بأيديهم على جسدي. كنت أنظر إليهم وفي مواجهتهم وكنت أقول لنفسي لا يحدث شيء، لا يحدث شيء، ولم يحدث شيء، وفي النهاية ألقيت الرعب في قلوبهم. اسمع يا فرانسوا، لا تعترف، وإلا فما كان بي من حاجة إلى أن أقاومهم كل هذه المقاومة. إذا اعترفت فسيقولون لأنفسهم ها نحن قد انتصرنا، سيقولون لقد سلمهم إلينا الصبي، وسيضحكون منك. لا، يجب أن تشعرهم بالخجل. لو لم أكن آمل في رؤيتهم مرة أخرى لأتحداهم من جديد لشنقت نفسي على قضبان هذه الطاقة. عدني إذن بأن لا تتكلم. يا جان، من منا كان على حق، أنا أم أنت؟ إن لوسي قاومت لا لشيء إلا لتنتصر في المباراة. أسكت! لما تريد أن تأخذها مني؟ ستموت أنت سعيدا بانتصارك، أما أنا فسأعيش ولست أملك سوى لوسي. أنا لا أريد أن أخذها منك. استمر استمر استمر، لقد أصبحت لك كل الحقوق، حتى الحق في أن تعذبني. لماذا؟ لأنك تألمت وقاسيت. أتثقون بأنفسكم إلى هذا الحد؟
أيولد الألم الجسدي كل هذه الثقة؟ ألا تفهم أنني أشد تعاسة منكم؟ أجل أجل أنا أبأسكم جميعا أبأسكم جميعا. انظروا إلى أبأسنا، انظروا إليه، لقد شبع ونام ولم يرى أحد يديه في القيود، وسيرى ضوء النهار وسينعم بالحياة، ومع ذلك يدعي أنه أبأسنا جميعا. ماذا تريد فوق ذلك؟ أتريد أن نرضي لحالك أيها القذر؟ حسنا حسنا. ألم تنظر إلي؟ إنني أفزع لسماع أي صوت، لم أعد أستطيع أن أبلع ريقي، أشعر أني أموت، ومع ذلك كله فإن أبأسنا هو جان. بكل تأكيد، أما أنا فسأموت من كثرة السعادة، سأموت من كثرة السعادة. كم أتمنى أن أعطيك هذه السعادة فرانسوا. سأشي بك يا جا، سأكشف عن شخصيتك لأجعلك تقاسمنا السعادة التي نشعر بها. ليس أحب إلي من أن يعرفوا أمري، اذهب وأخبرهم. انظر إلي يا فرانسوا، انظر إلي، هل تكسر على الوشاية بي؟ أكسر؟ ها هي كلماتكم الطنانة مرة أخرى. سأتكلم، هذا كل ما في الأمر. سيكون الأمر في غاية البساطة، عندما يقتربون مني سأجد فمي يفتح من تلقاء نفسه، وستخرج الكلمات من تلقاء نفسها، خاصة منها اسم جا، وسأوافق على كل ما ينطق به لساني. ما الذي يستدعي الجسارة في كل هذا؟ لم أعد أخشاكم، لم أعد أخشى وجوهكم الصفراء المتحفزة، ولكنني سأنقذ حياتك يا لوسي. سيمنحون الحياة أنا وأنت. لا أريد هذه الحياة. أما أنا فأريدها، أريد أي حياة. أما الخجل فإنه يتلاشى عندما تطول الحياة. أتظن أنك إذا اعترفت سيمنحونك عفوهم وسيهبونك الحياة؟ أنت واهم يا فرانسوا. حينئذ فعلى الأقل ستطيب نفسي عندما أرى جا يتألم مثلنا. لوسي، أتعتقدين أنه سيعترف؟ نعم. هل أنت متأكدة؟ نعم. فرانسوا، ليس من حقي أن أحكم عليك بالموت، فأنت صبي صغير، وهذه المهمة التي ألقيت على عاتقك كانت أضخم من أن تتحملها. ولو كنت أنا في مثل عمرك فإني أعتقد أني كنت أتكلم عن الآخر. الذنب ذنبنا نحن، كان يجب علينا أن نمنعك من الحضور معنا، كان يجب أن نفهم نحن أن هذه المهمة وقف على الرجال في مثل سننا. معذرة إذن يا فرانسوا. ما معنى هذا كله؟ ماذا ستفعلون بي؟ يجب ألا تعترف يا فرانسوا، فسواء اعترفت أم لا فإنهم سيقتلونك وسيقتلوننا جميعا. إياك إذن أن تموت وصفة الخيانة ملتصقة بك. حسنا، لن أعترف، أقول لكم إنني لن أعترف، اتركوني إذن. لا، لم نعد نثق بك، وهم يعلمون جيدا أنك نقطة الضعف في فريقنا، لذلك فإنهم سيبذلون كل ما في وسعهم ليجعلوك تعترف، ومن واجبنا نحن أن نمنع ذلك. هل تعتقدون أنني سأترككم تسيئون إلى هذا الصبي؟ لا تخف أيها الصغير، إن يداي حرتان وسأقف بجانبك. ما شأنك أنت بهذا يا جان؟ لوسي، إنه أخوك يا لوسي. ولكن أنسيت أنه سيموت غدا على أي حال؟ هل يصدر منك أنت هذا الكلام؟ إنك تخيفينني. علينا أن نمنعه من الاعتراف بأية وسيلة. لا لا، إنكم لن، مستحيل، أقسم لكم، أقسم لكم إنني لن أتكلم. لوسي، لوسي النجدة، إنها يوم من إزائي، لن أتكلم، لن أبوح بشيء، أقسم لك أنت إنني لن أتكلم. لن تمسوه بسوء. جان، جان، متى سيحضر رفاق حركة المقاومة الآخرون إلى هذه القرية؟ يوم الثلاثاء. كم عددهم؟
ستون رفيقا وضعوا فيك ثقتهم ثم تتركهم يلقون حتفهم يوم الثلاثاء كالجرذان. هل تساوي حياة فرانسوا التضحية بحياة هؤلاء الرجال جميعا؟ سنترك لك الخيار. ليس من حقكم أن تطلبوا مني أن أختار. ألست زعيمهم؟ أحسبك لا تتردد لحظة واحدة في هذا الاختيار. حسنا كما تشاءون. لوسي أدركت، لا أريد أن أموت هنا، لا أريد أن أموت الآن. هنري إن عمري 15 عاما فقط، اتركني أن أعيش، لا تقتلني في ظلام الليل. لوسي 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 إني أنقذكم جميعا، أنقذكم. أيها الصغير المسكين سامحني يا هنري، أسرع يا هنري أسرع. هل تم من كل شيء؟ مات. اتركوا إلي الكسة أضمها بين ذراعي. هل انحدرتم إلى هذا الدرك؟ لماذا لم تموتوا قبل ذلك كما مات الآخرون؟ إنكم تثيرون اشمئزازي. جاء، أتعتقد أني راض عن نفسي؟ إن حياتك ستنتهي بعد 24 ساعة، أما أنا فسأظل أذكر هذا الصبي طيلة حياتي. سيرافقني دائما صوته يرتفع طالبا منك الرحمة. صبي في 15 من عمره، ويا ليته مات في هدوء. لقد مات مسعورا حانقا علينا جميعا. أنسيت يا هنري أنه كان يحبك؟ أنسيت أنه كان ينام رأسه على كتفك هذا، وكان يقول إني أنام بعمق عندما يكون هنري بجانبي. هنري أنت قذر. كانوري لوسي تكلم، لا تتركني وحدي أمام هذه الاتهامات. فقد اشتركتما معي في خنقه، لقد قبضتما أنتما على عنقه ولكن بيدي أنا. ما بالكما تلزمان الصمت؟ حسنا، ماذا عنك أنت يا جان، يا من تنصب نفسك حكما علي الآن؟ ماذا فعلت لإنقاذ حياتي؟ ماذا كان بوسعي أن أفعل؟ هل تركتم لي حرية فعل أي شيء؟ كانت يداك على الأقل حرتين، وكان في استطاعتك أن تضربني حتى أسقط على الأرض وأبتعد عنك. تقول إن يدي كانت حرتين، لكن هل نسيت أنكم وضعتم حولها قيودا من نوع آخر؟ عندما هممت بالدفاع عنه قلتم على الفور أنسيت رفاقنا في المقاومة. لا تزعموا بعد الآن أنني كنت شريكا لكم في هذه الفعلة الشنعاء. لم أكن إلا شاهدا فحسب، وإني أشهد بأنكم سفاحون مجرمون. إنني على يقين من أنك لم تخنقه يا هنري إلا إرضاء لكبريائك. أنت تكذب. لا، بل الصدق أقول، لقد قتلت هذا الصبي لترضي كبريائك. لقد نجح جنود بيتان في أن يجعلوك تبكي أمامهم، فخجلت من نفسك وأردت أن تكفر عن هذا الخجل وتقنع نفسك بأنك بطل. أليس هذا صحيحا؟ إنك قتلته لتربح المباراة ضد جنود بيتان بأي ثمن. هذا كذب. قولي له يا لوسي إن هذا محض افتراء. هل تعتقدين مثله أني خنقت فرانسوا إرضاء لكبريائي؟ لا أدري، لا أدري إذا كان هذا صحيحا أم لا، ولكن أيا كان الأمر فقد كان من واجبنا أن نمنعه عن الكلام بأية وسيلة. أتكرهينني يا لوسي؟ إن فرانسوا أخوك ومن حقك وحدك إصدار الحكم عليه. لا، إنني لا أكرهك،
دعيني أنظر إليه نظرة واحدة. لا ابتعد، لا تقترب منه. كنوري، أنت لم تصرخ وهم يعذبونك، ومع ذلك فقد كنت تريد أن تقضي على فرانسوا. أتعتقد أننا قتلناه لإرضاء كبريائنا؟ أنا شخصيا ليست لي كبرياء. أما أنا فعندي كبرياء، هذا صحيح، فهل خنقته لأرضي كبرياء؟ أنا شخصيا ليست لي كبرياء. أما أنا فعندي كبرياء، هذا صحيح، فهل خلقته لأرضي كبرياء؟ لا أحد غيرك يستطيع أن يجيب على سؤال كهذا. أنا؟ لا، أنا لا أدري، إن كل شيء قد مر بسرعة هائلة، ولست متأكدا إلا من شيء واحد فقط، هو أنه قد مات. ولكن لا تتخلوا عني، ذلك أنني عندما هممت بوضع يدي حول عنقي كان يبدو لي أنني لست وحدي الذي أطوق عنقه بيدي، كان يبدو لي حينذاك أنكم تتعاونون معي جميعا في الإجهاز عليه، وإلا فما كنت أستطيع أن أقوم بذلك وحدي. على أي حال كان ينبغي أن يموت، ولو أنه كان حيا الآن لما ترددت في أن أقوم بما قمت به أنت يا عمري. فلا تفكر فيما كان يمر بخاطرك في تلك اللحظة. ماذا؟ التفكير في هذا لا يهم في كثير أو قليل، لا أهمية لأي شيء يحدث بين هذه الجدران الأربعة، المسألة في غاية البساطة، كان ينبغي أن يموت ولقد مات، هذا كل ما في الأمر. لوسي، اتركيني أنظر إلى جثته فقط، لا تخافي لن أمسه. جان، أتذكر أول قنبلة ألقينا بها؟ أتذكر عدد الرهائن التي أخذوها وقتلوهم رميا بالرصاص من جراء ذلك العمل؟ 12 شخصا، أليس كذلك؟ وكان بينهم طفل يدعى ديتاش، هل تذكره الآن؟ وكان بيننا شخص يدعى شربونيل، كان يريد أن يعترف ولكنك منعته، أتذكر؟ ماذا تعني؟ هل سألت نفسك لماذا منعته من الكلام حينذاك؟ كانت تلك حالة مختلفة. ربما، على أي حال كان لديك من الأسباب القوية الواضحة ما جعلك تمنع شربونيل من الاعتراف فقتلته، وفعلت هذا وأنت مرتاح الضمير، على الرغم من أن الطفل ديتاش لقي مصرعه بين من قتل من الرهائن، ويبدو لي أن ضميرك لا يعذبك الآن لحظة واحدة من جراء هذا الفعل. أما أنا فسيظل ضميري يعذبني، سيظل يعذبني إلى أن أراهم يلصقون جسدي إلى جدار ويضعون فوق عيني عصابة سوداء استعدادا لرميه بالرصاص. ولكن لماذا أريد أن أنعم براحة الضمير؟ كان ينبغي أن يموت فرانسوا. كم أرثي لك؟ أنت في موقف لا تحسد عليه. أنت بعيد عن كل هذا يا جان، ومن أجل ذلك فمن الصعب عليك أن تدرك مشاعري أو تصدر علي حكما صادقا. فرانسوا، لقد مت، لقد مت يا فرانسوا، ولم يبق في عيني دموع أزرفها عليك، ولذلك فلن أستطيع أن أبكيك، سامحني. لم يعد في مآقي دموع أسكبها على أحد، وأصبح الموت نفسه أمرا عديم القيمة. على أرض هذه القرية وبين أعشابها تتناثر جثث 300 شخص تركت هكذا في الفضاء، وفي مساء الغد ستكون جثتي أنا الأخرى ملقاة في الفضاء عارية باردة برودة السلك، ولن أجد يدا واحدة تداعب خصلات شعري كما أداعب شعرك الآن. ليس في الحياة ما يستحق الأسف، فالحياة نفسها أصبحت لا قيمة لها. وداعا يا فرانسوا، لقد قمت في حياتك بما استطعت أن تقوم به، وإذا كنت لم تستطع بعد ذلك أن تواصل الطريق فذلك
لأنك كنت صبيا لم تكتمل قواك. لن يستطيع كائن من كان أن يلومك. أجل، لن يستطيع أحد يا لوسي أن يلومه. لوسي، دعيني أجلس إلى جانبك، أريد فقط أن أساعدك. تساعدني؟ لست بحاجة إلى مساعدة أحد. بل أنت في حاجة إلى مساعدة، أخشى أن يحطمك الحزن. لا لا تخف، سأصمد حتى مساء الغد، كن على ثقة من هذا. لا، لن تستطيعي أن تصمدي، إن شجاعتك ستخونك فجأة. ولكن لما قلقك من أجلي هكذا؟ أتتألم من أجلي؟ حسن، لتطمئن، منذ موت فرانسوا لم أعد أهتم إلا بنفسي أنا، ولم أعد بحاجة حتى إلى الشجاعة لأواجه الموت الذي ينتظرني، وأعتقد أني لا أستطيع أن أعيش طويلا بعد فرانسوا. والآن اتركني يا جان، سأودعك عندما يأتون الاستدعاء مرة أخرى. لوسي، لوسي، دعيني أجلس إلى جوارك، لن أوجه إليك كلمة واحدة. كل ما أريده هو أن تشعري بأنك لست وحدك، بأنني إلى جانبك. لست وحدي. أتريد أن تقول لي إنك عندما تكون بجواري أشعر بأنني لست وحدي؟ إنك لم تفهم الموقف يا جان، إنني أشعر بأنه لم يعد ثمة شيء مشترك بيننا. لوسي، أنسيت أنني أحبك؟ لم أعد الآن لوسي التي كنت تحبها. أنا لا أعرف غير لوسي واحدة، هو أنت. لا، إني أشعر بأنني قد أصبحت شخصا آخر، أصبحت لوسي تختلف عن الأخرى تماما. أنا غير قادرة على التعرف على نفسي، لابد أن شيئا ما قد انطمس في عقلي. قد تكونين الآن شخصا آخر، أما أنا فأحبك، أحبك في شخصيتك الجديدة هذه، وغدا سأحب جثتك الهامدة. إنني أحبك يا لوسي، أحبك أنت في سرائك في ضرائك، حية أو ميتة أحبك أنت. حسن، أنت تحبني، ثم ماذا؟ وأنت أيضا كنت تحبينني. نعم، وكنت أحب أخي الذي تركته يخنق أمامي، ولكن حبي لك قد تقادم عليه العهد، لماذا تذكرني به؟ أصارحك القول بأنه لم يكن له أي أهمية. أنت تكذبين، تكذبين، وأول من يعلم ذلك هو أنت. لقد كانت حياتنا حياة مشتركة، وكانت هذه الحياة المشتركة هي كل ما يعنينا من الوجود بأسره، وما من حدث وقع لي إلا وكنت تشعرين به. إنك تحدثني الآن عن حياتنا الماضية، وما تقول عنها صحيح، ولكن ما رأيك في حياتنا المستقبلة؟ لقد كنت في الماضي أعيش معك في انتظار المستقبل، وكنت أحبك لأني كنت أنتظر هذا المستقبل، كنت أنتظر أن تضع الحرب أوزارها، كنت أتطلع لليوم الذي سنتزوج فيه على مشهد من جميع الأصدقاء، كنت أنتظر عودتك كل مساء. أما الآن فلم يعد أمامي أي مستقبل، ولم أعد أنتظر إلا موتي الذي سألقاه وحدي. اتركني يا جان، لقد انتهى كل ما بيننا، أنا لا أتألم ولست في حاجة إلى مواساتك. أتعتقدين إذن أنني لا أتحدث إليك إلا لأواسيك؟ لم أكن أتصور مطلقا، لم أكن أتصور أن التعذيب يجعل الإنسان سجين كبريائه إلى هذا الحد. إنما أريده يا لوسي هو أن تشفقي على نفسك نوعا ما، أود لو تسندي رأسك على كتفي. أجبيني يا لوسي، انظري إلي. لا تقترب مني، إياك أن تلمسني. لو أنك ألقيت بنفسك بين ذراعي فستشعرين بأن ألمك قد أصبح ألمي، ونغدو شريكين، نتحمل الألام معا، بل ونتحمل موتك معا. آه يا لوسي، آه لو استطعت فقط أن تذرفي دمعة واحدة. دموع. كل ما أتمناه أن يستدعوني مرة أخرى لأعاود الصمت من جديد وأهزأ بهم وأرعبهم. لوسي، لقد استحلت إلى صحراء شاسعة من الكبرياء. ليس هذا ذنبي، فقد أصابوني في كبريائي،
ولكني أسيرة بين أيديهم، وهم أيضا أسرى بين يدي، ومن ثم أشعر بأن هناك شيئا مشتركا بيني وبينهم. أشعر بأنهم أقرب إلي منك أنت. خبرني، هل حطموا يديك كما فعلوا بيدي هنري؟ هل أصابوا رجليك بالجروح كما أصابوا رجلي كنوري؟ اذهب، إنك لم تشعر بشيء مما نشعر نحن به. هتطلبين مني أن تكون يداي محطمتين لأصبح من زمرتكم؟ حسنا، سأحطم يدي الآن على توجد أي آلة هنا. ماذا تفعل؟ كفى كلاما عن تضحياتكم وأهلامكم، إنكم تتحدثون عنها كما لو كانت قلائد عزة وفخار، وبهذا أشعرتموني بأنني دونكم. ولكن انتظروا، إن ما فعله بكم أستطيع أنا أن أفعله بنفسي، هذا أمر في متناول الجميع. لا جدوى مما تفعل. تستطيع أن تحطم عظامك، وتستطيع أن تنتزع عينيك، ولكن لا قيمة لهذا، فأنت الذي تقرر ألمك. أما آلامنا نحن فمختلفة، إننا نشعر بأن كرامتنا قد سلبت لأن غيرنا قام بتعذيبنا، ولن تستطيع أن تشعر بشعورنا. مهما فعلت لن تلحق بنا. أنت على حق، إنني لن أستطيع أن أدرككم أو ألحق بكم، لقد جمعكم شيء واحد. أما أنا فأصبحت وحيدا، لن أحرك ساكنا بعد الآن، لن أكلمكم، سأنزوي بعيدا عنكم وستنسون حتى وجودي. لا بد لي أن أتقبل مصيري هذا كما تتقبلون أنتم مصيركم. اسمعوا، لقد خطرت ببالي فكرة. إن رفيقنا بيير قد لقي حتفه في مغارة سيلفاز التي كنا نستخدمها كمخبأ للأسلحة، فإذا ما أطلقوا سراحي سأذهب توا إلى هذه المغارة وأضع بعض أوراقي الخاصة في جيب سترتي، فإذا عاودوا تعذيبكم بعد رحيلي فعليكم أن تطلعوهم على هذا السر، حتى إذا ذهبوا بعد 4 ساعات من إطلاق سراحي إلى هذه المغارة فإنهم سيجدون جسد بير وسيعتقدون أنه جسدي أنا، وحينئذ أعتقد أنهم لن يجدوا ما يدعوهم لتعذيبكم بعد هذا، وسينتهون منكم بسرعة. حسنا، هذا كل ما أردت أن أقول، وداعا. ماذا بهذا الصغير؟ إنه نائم. أين الضيف الذي أتاكم بالأمس؟ هو أنا. تعال، الرئيس يطلبك. إنهم سيطلقون سراح جو، أليس كذلك؟ بلى، هذا ما أعتقده. حسنا، إن رحيله سيخفف عني همه. سيخرج إذن جو ليجد الرفاق، وستسير الأمور كما تشتهي السفن. تعال إلى جانبي، أنت هنري وأنت كنوري، اقترب مني، إننا الآن أسرة واحدة. لماذا تترددان؟ إنكما تفكران في فرانسوا، كان لابد أن يموت، هذا ما تعلمانه جيدا. إننا لم نقتله، بل قتله جنود بيتام بأيدينا. اقترب، أنا أخته، وأقول لكما لستما مذنبين. ضع أيديكما عليه، فمنذ أن مات
أصبح هو الآخر منا. انظر انظر كيف أصبح متحجرا بعد وفاته. تطلع إلى فمه، إنه يقفل على سر رهيب. فرانسوا أيها الصغير، أيها البائس الصغير، لقد أجبروك يا عنري على الصراخ وقد سمعتك. لابد أنك خجل من نفسك لهذا. أخل، إنني أشعر بخجلك هذا، أشعر به مع حرارة أنفاسك، ولكن خجلك هو خجلي. كنت أقول لجون منذ بره إنني أشعر بالوحدة، أشعر بأنني أصبحت وحيدة، ولكنني لم أكن أقول الصدق، فأنا لا أشعر بالوحدة وأنا بينكما. أما أنت يا كانوري فأنت لم تصرخ ولم تتأوه مطلقا. يا للخسارة، أنا خجل من نفسي أيضا. أنت أيضا؟ لماذا؟ عندما صرخ هنري شعرت بالخجل. هذا حسن، اقترب إذن مني. أشعر الآن بكم حولي، ورأس أخي المسكين على ركبتي. هذا حسن. أما في الغد فلن أتكلم. كم أتطلع إلى الغد لألزم الصمت أمامهم، من أجل فرانسوا، من أجلي أنا، ومن أجل سوربيه، ومن أجلكما. إننا أسرة واحدة، فريق واحد. في صباح اليوم التالي، قاعة الدرس التي يوجد فيها ضباط بيتان تمضي فترة يتحدث فيها الضباط ويشربون النبيذ حتى يسكروا، ثم يخبرهم أحد الحراس بأن الصبي فرانسوا قد مات، فيستدعون على الفور كل من لوسي وأنري وكانوري. ماذا فعلتم بالصبي؟ يا لكم من قتلة سفاحين. اسكت أنت يا بليران. أعتقد أن الصبي كان على وشك الاعتراف، ها؟ ولم تشاءوا ذلك فقتلتموه، أليس هذا صحيحا؟ هذا غير صحيح. لم يخطر بباله أن يعترف، ولم يخطر ببال أحد منا أن يعترف. إذن لماذا قتلتموه؟ كان صغير السن، ورأينا أنه ليس هناك ما يدعو لأن يتحمل مزيدا من الآلام. ومن الذي خنقه فيكم؟ لقد عقدنا عزمنا جميعا على خنقه في وقت واحد، ونحن جميعا مسؤولون. حسنا، اسمعوا، إذا أعطيتمونا ما نطلبه منكم من معلومات أعدكم بإطلاق سراحكم. لندريه، قلت لك ألزم الصمت يا كلوشي. أتوافقون؟ أنا في انتظار إجابتكم، نعم أم لا. إذن أنتم ترفضون، إنكم بهذا تخسرون أرواحكم لإنقاذ حياة زعيمكم الذي نبحث عنه. يا له من منطق أخرق. إنني أهبكم الحياة، الحياة، هل تسمعون؟ ها نحن قد انتصرنا، لقد دفعنا الثمن غاليا من أجل هذه اللحظة، من أجل أن نبدو أمامكم منتصرين. وكل ما كنت أريد أن أنساه مما حدث هذه الليلة أصبحت أفخر به. إنكم جردتموني من ملابسي، وهجمت أنت علي، وضغطت على فخذي، وأمسكت أنت بذراعي، بينما اعتدى علي هذا ثالثهم. أقول هذا الآن بصراحة، وأستطيع أن أخبر الجميع به، أستطيع أن أقول بأعلى صوتي أنكم سلبتموني شرفي عنه. ولا بد أنكم تخجلون الآن من فعلتكم، لأنني غسلت هذا العار بانتصارنا عليكم الآن، بفشلكم في أن تجعلون نبوح لكم بشيء. أين آلات التعذيب؟ أين سياطكم؟ إنكم ترجوننا اليوم أن نعيش، والجواب لا، إننا نرفض. أسرعوا إذن بإنهاء مهمتكم. كفى هضرا.
اضربوها ايها الحراس. اسمع يا بليران، قد اعزل من رئاستكم في يوم قريب، ولكن حتى هذه اللحظة انا رئيسكم، واريد منكم الا تتناسوا اوامري او تعترضوا عليها. ايها الحراس عودوا بهم الى السجن. الا نعذبهم قليلا؟ انا شخصيا لا اؤمن بالتحدث مع هؤلاء، لا اؤمن بالكلام. ان هذا الشخص المدعو هنري قد حضر الينا بالامس وكله اعتزاز بنفسه، ولكننا استطعنا بعد تعذيبه ان نحمله على البكاء كالنساء. اتحداكم الان لو استطعتم ان تنتزعوا من فم استغاثة واحدة. اذا تولى انت يا كلوشي تعذيبهم بنفسك اذا كانت اعصابك تطاوعك. اجل انها تطاوعني، فما ايسر ذلك على نفسي حتى ولو كانوا شهداء يتلذذون بالتعذيب، فانا احب العمل لذاته. ايها الحراس اطعوهم على الموعد. لحظة واحدة، إذا اعترفنا لكم بمكان الزعيم فكيف نضمن أنك ستفي بوعدك؟ أعاهدكم على ذلك بشرفي. على أي حال لا يمكننا إلا أن نقبل ذلك، إنها مخاطرة لابد من قبولها. ماذا ستفعلون بنا؟ سأسلمكم إلى السلطات الألمانية. ولكن هذه السلطات لن ترحمنا. لا، سأشرح لهم موقفكم. حسنا، أنا مستعد للاعتراف إذا سمح لي زميلاي بذلك. كانوري، ماذا بهاك؟ هل يمكنني أن أنفرد بزميلي؟ أعتقد أني أستطيع إقناعهما. ولكن لما تريد أن تعترف؟ هل أنت خائف من الموت؟ أجل. أيها الجبان. حسنا حسنا حسنا، سنخرج الآن ونترككم وحدكم، سنعطيكم مهلة ربع ساعة للتفكير. قف أيها الحارس بجانب هذه النافذة، وعليك أنت الآخر أن تحرس هذا الباب. الشمس على وشك الغروب، وأغلب الظن أن المطر سيسقط بعد قليل. كانوري، ماذا تريد أن تفعل؟ هل فقدتما صوابكما؟ إنكما تنظران إلي كما لو كنت سأخبرهم بمكان جان، ولكن ليس هذا صحيحا. كل ما أريد هو أن أرسلهم إلى مغارة سيرفاز التي حدثنا عنها جان، وهناك سيجدون جثة بيير تحمل بعض الأوراق الخاصة بجان، وسيظنون أنه جان. حقا إننا قسينا كثيرا، ولكننا مع ذلك لازلنا قادرين على العمل، ويمكننا أن نعود إلى حركة المقاومة من جديد. هيا هيا، يجب أن نتكلم، لا يصح أن نضيع حياتنا هباء. لماذا تريدان أن تموت؟ من سيفيد من موتنا؟ أجيبة، من ذا الذي يمكن أن يستفيد؟ لا أحد. وإذن؟ إني متعب. إني أكثر تعبا منك، فأنا أكبر منك 15 عاما، وقد عذبوني أكثر منك. إنني في موقف لا أحسد عليه. هل تخشى الموت إلى هذا الحد؟ لا، لست خائفا من الموت، وقد كذبت عندما قلت لهم ذلك منذ قليل. لست خائفا، ولكني أعتقد فقط أنه ليس من حقنا أن نضيع حياتنا سدى. ولم لا؟ لقد حطموا يدي وانتزعوا بعض أجزاء جلدي، وتقول بعد ذلك إننا نموت سدى؟ هل نسيت انتصارنا في مباراة إذ لم نعترف بشيء؟ ثم لما تريد مني أن أبدأ حياتي من جديد في الوقت الذي أستطيع فيه أن أنهيها وأنا راض عن نفسي؟ أنسيت رفاق المقاومة الآخرين الذين قد يكونون بحاجة إلى مساعدتنا؟ الرفاق أين؟ في كل مكان بفرنسا. دعك من هذه الألفاظ الجوفاء، ثم إذا فرضنا جدلا أن جنود بيتان لن يجهزوا علينا، فإنهم سيبعثون بنا لنعمل في مناجم الملح. إذا صح ذلك فسنتحين فيما بعد أي فرصة للهرب. الهرب؟ هل تستطيع أنت أن تهرب؟ لقد حطموك تحطيما وأصبحت جسدا باليا لا حياة فيه. إذا لم أهرب أنا فهناك فرصة أمامك أنت للهرب. أمل ضئيل جداً.
على أي حال فهناك أمل ما يدفعنا إلى المخاطرة، وحتى إذا لم نستطع الهروب من هذه المناجم فإن في هذه المناجم أشخاصا كثيرين، شيوخا ونساء في حاجة إلى مساعدتنا. اسمع يا كنوري، بعد أن أجهزت بالأمس على فرانسوا بيدي وتركته مددا على الأرض تعلو وجهه صفرة الموت، قلت لنفسي إني لست نادما على ما فعلت، ولكني لم أكن أشعر بالندم لسبب واحد، هو أني كنت أقدر أني سألقى مصرع اليوم. لم يضر بخلدي مطلقا أني سأعيش بعده 6 ساعات أخرى جالسا نفس الجلسة، فما بالك الآن وأنت تعرض علي أن أنقذ حياتي وأنجو بها؟ لا، لا أريد أن أعيش بعده 30 عاما أخرى وشبحه لا يفارقني. اسمع يا كنوري، إن مسألة موتنا غاية في البساطة، فسيوهز علينا في لمح البصر، ولن نجد من الوقت ما يسمح لنا حتى أن نرى مدافعهم الرشاشة وهي مصوبة إلينا. سيتم كل شيء في غاية البساطة. لا حق لنا في أن نموت دون مبرر. وأي معنى في حياة كحياتنا ننتظر بين كل لحظة وأخرى أن يهجم علينا هؤلاء الأوغاد يوسعون ضربا حتى تتهشم عظامنا؟ إن كل شيء أمامي الآن أسود حالك الظلمة. كنت على حق، سيسقط المطر. نعم، فالسحب تملأ السماء وسيسقط المطر بشدة. لقد قتلته إرضاء لكبريائي. ماذا؟ عن أي شيء تتحدث؟ عن قتلي لفرانسوا. ولكن ما جدوى تذكرك هذا الآن؟ كان ينبغي أن يموت فرانسوا، هذا ما في المسألة. لا، إن هذا الشك سيظل يؤرقني مدى الحياة. لا، لا أستطيع أن أعيش، لا أستطيع. دعك من هذا الشعور يا هنري، ستنسى هذا كله فيما بعد. إنك كثير التفكير في نفسك يا هنري، إنك تشك في أنك تستطيع أن تستمتع بحياتك بعد ذلك، ولكنك ستتمتع بها، لا بد أن تعمل، ففي هذا نجاتك. اسمع يا هنري، إذا مت اليوم فسيصبح من المؤكد أنك قتلت فرانسوا إرضاء لكبريائك. أما إذا قبلت أن تعيش، ماذا سيحدث؟ إذا عشت سيظل المجال مفتوحا أمامك، وسيكون بوسعك أن تقوم بأعمال أخرى كثيرة. إن الإنسان لا يحكم عليه بعمل واحد يقدم عليه، وإنما بما يفعله في حياته كلها. أعني أنك لو فرطت في حياتك الآن في الوقت الذي تستطيع فيه أن تعمل من جديد، فإن موتك هذا سيكون لا معنى له على الإطلاق. هل أناديهم إذن؟ ما رأيك يا لوسي؟ لوسي، ما رأيك؟ ألا تسمعين؟ رأيي في أي شيء؟ نعم، لقد حزمت أمري. نادوا الحراس وقولوا لهم، قولوا لهم إننا لن نعترف بشيء، واطلبوا منهم أن يسرعوا. أنسيت رفاق المقاومة يا لوسي؟ لم يعد لي أي رفاق. أيها الحراس، نادوا رؤساءكم، إننا لن نعترف. لا، انتظروا، لم ننتهي بعد، أمامنا 5 دقائق أخرى. 5 دقائق؟ ماذا تؤمل؟ هل تؤمل في أن تقنعني في 5 دقائق؟ نعم. أيها الغر، تستطيع أنت أن تعيش لأن ضميرك لم يعذبك قط، فكل ما فعلوه بك أنهم ضربوك قليلا، وهذا كل ما في الأمر. أما أنا فقد سلبوني شرفي، لوثوني، إن كل جزء من جسمي يقززني. وأنت يا عري، لقد سمعتك الآن تتحدث عن ضميرك الذي يعذبك لقتلك فرانسوا. أنسيت أنه أخي، وأنني لم أعترض سبيلك وتركتك تخنقه ببساطة؟ إن كل هذا يثقل علي، ولا علاج لي منه إلا الموت. ابتعد عني واذهب لتنعم بالحياة ما دمت لا تستطيعان قبولها. أما أنا فإنني أكره نفسي، وأتمنى لو لم أكن قد ولدت قط. لا، لن أتركك يا لوسي، لن أفعل شيئا إلا بإذنك.
ينبغي علي إذن أن أنقذكما على الرغم منكما. ستعترف إذن؟ يجب. لا، سأقول لهم أنك تكذب وأنك قد اخترعت قصة المغارة. لو كنت أعلم أنك ستعترف لما تركتك تساعد هنري في خنق أخي. لقد كان أخوك يريد أن يسلم جان لهم، أما أنا فكل ما سأدلي به الآن لا يعدو أن يكون أكذوبة أضللهم بها. الأمر يستوي عندي، لأن ما يهمني هو نظرتهم إلينا. سيعتقدون أنك تقول الصدق، وبالتالي سينتصرون علينا وسيحتقروننا، وأنا لا أريد هذا، لا أريد هذا. لوسي، هل أفهم من كلامك هذا الآن أنك تركت هنري يخنق فرانسوا أخاك إرضاء لكبريائك أنت أيضا؟ أنت تضيع وقتك معي، إنك تحاول الآن عبثا أن تجعلني أؤنب نفسي، ولكن ضحك من هذه المحاولات. لم يبق لكم غير دقيقتين. هنري، كل شيء يتوقف عليها هي، فاسألها، حاول أن تقنعها. فيما اهتمامك يا لوسي إلى هذا الحد الجنوني بجنود بيتان هؤلاء؟ لن تمضي 6 أشهر على ذلك إلا ويكون هؤلاء صرعا في التراب. إن المهم ليس وجود هؤلاء الرجال، بل الحياة نفسها وما يمكنك أن تحققيه من أعمال فيها، والرفاق وما يمكن أن تعملي من أجلهم. لقد تحجرت، أنا أشعر بالوحدة القاتلة، لم أعد أستطيع التفكير إلا في نفسي فقط. هل أنت صادقة حقا فيما تقولين؟ ألن تأسفي على شيء بعد تركك هذه الحياة؟ لا، لن أسف على شيء، إن كل ما حولي تسمم. كما تشائين، كما تشائين. ما هذا؟ المطر؟ لقد مضى علي 3 أشهر لم أسمع فيها صوت المطر أبدا. يا إلهي، معنى ذلك أن الجو كان صحوا طوال هذه المدة. يا للأسف، لقد كنت نسيت كل هذا، نسيت أنني كنت فيما مضى آمل أن أعيش تحت أشعة الشمس. إن المطر يسقط بشدة، وغدا ستكون للأرض رائحتها المعتادة بعد سقوط المطر. لا، لا، لا أريد، لا أريد، لا أريد أن أبكي. لوسي، لوسي، دعني أوري. لقد كنت فيما مضى أحب الحياة، أحب الحياة. لقد أزف الوقت. اذهب أيها الحارس وقل رؤسائك إننا سنعترف. أصحيح أننا سنعيش؟ كنت منذ برهة أعارض في هذا. انظر إلي، ابتسم لي. لقد مضى علي وقت طويل لم أرى فيه الابتسامة على وجه إنسان. أتعتقد يا كنوري أن ما نفعله الآن صواب؟ أجل، يجب أن نعيش. اذهب أيها الحارس وكل رؤسائك إننا سنعترف. حسن، ماذا وراءكم؟ في الطريق إلى جرنوبل، وعند الكيلو 42 اتجهوا إلى اليمين وامشوا في الغابة، وعندئذ ستصلون إلى غار تغطي مدخله الأشجار، وهناك ستجدون رئيسنا ومعه كمية من الأسلحة. ليرحل على الفور 10 رجال منكم إلى هذا المكان، حاولوا أن تعيدوه إلينا حيا. وأنت أيها الحارس، خذ هؤلاء وعد بهم إلى سجنهم.
لوشي أين تذهب؟ سأعود 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 حالك. أتعتقد أنهم صادقون فيما قالوا؟ أجل إنهم مجرد حيوانات. حسنا حسنا، لقد انتصرنا عليهم إذن في نهاية الأمر. أرأيتهم وهم خارجون يجرون أذيال الخجل؟ ها أنت ذلك لوشي، انتصرنا عليهم. أليس كذلك؟ أجل أجل، انتصرنا عليهم. أتني يا لاندريو أن تتركهم أحياء حقا؟ على أي حال لنؤجل الحديث في هذا الآن. ما هذا؟ كلوشي، ماذا فعلت؟ هل أمرت بإعدامهم؟ هل فعلتها يا كلوشي؟ أجل، لقد فعلتها. أيها القذر! لا تجري هكذا يا لاندريو، لقد فات الأوان. لقد قتل اثنان منهما ولم يبق إلا واحد. لا، لا أريد هذا. لا نستطيع بعد ذلك أن نتحمل حياة ثالثهم. بعد لحظة واحدة سيكون كل شيء قد انتهى، ولن يفكر في هذه القصة مخلوق سوانا. والآن فلنسمع بعض الموسيقى. استمعتم إلى موتى بلا قبور، موتى بلا قبور للكاتب الفرنسي المعاصر جان بول سارتر، اشترك في تصوير الشخصيات حسب سماع الأصوات عبد الرحمن أبو زهرة فرانسوا، نور الدمرداش سوربيه، أحمد زكي كانوري، إحسان الألعاوي لوسي، علي الغندور أنري، محمود مختار الحارس، أحمد لوكسور جان، عبد الغني أمر كلوشيه، أحمد رادي لاندريو، وعادل المهلمي بيليران. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. موتى بلا قبور من إخراج محمود مرسي.